صباح جديد وصباح الخير لكل المشاهدين، ويوم جديد لعالم الصباح. اليوم 3/24 نيسان 2018، يعني ريحة الصيفية بلبنان بلشت، وبلشت بوادر الخير على أمل أنه تمرق الانتخابات بفرحة، على أمل أنه تختاروا بضميركن وبقلبكن وتفكروا منيح، وكلكن تشاركوا بالانتخابات لتكون المشاركة حلوة لنرجع نحيي البلد من أول وجديد، لأنه قلنا زمان ما انتخبنا. على أمل هالموضوع كله يصير وتكون صيفيتنا صيفية سياحية بامتياز، مثل ما لبنان دايما معروف بصيفياته وبالسياحة يلي دايما مقصود من كل المناطق بالعالم والبلدان. تعرفوا انتو انه العقل الباطني عنده قوانين ولازم نحترمها، وإلا بتروح علينا. تابعوني منيح وفكروا منيح بكل جملة رح أقولها، وصدقوني إذا بتحاولوا توازنوا هذا الكلام وهذا الحكي بتعيشوا حياة أسهل ومتوازنة أكتر. رح لكم 8 قوانين موجودة بالعقل الباطني. أكيد كلكم فهمتوا علي شو العقل الباطني. العقل الباطني الإنسان وقت يفكر جوا subconscious تبعه، يعني جوا يفكر من جوا من دون ما يطلع على برا. اسمعوني منيح. أول قانون هو قانون التوسع. أي شيء بتفكر فيه وبتركز عليه رح يزداد ويتوسع. يعني إذا فكرت بالتعاسة والسلبية بتزيد عندك، وإذا فكرت بالإيجابية والسعادة بتزيد عندكم بالعقل الباطني وبطريقة صح. تاني قانون، قانون الارتداد. بس ترغب برؤية، بس بدك تشوف شخص معين بتحبه وبدك إيه بقوة ما رح تشوفه، ولكن بس يزيح عن تفكيرك رح يصير هيدا اللقاء اللي أنت كنت ترغب فيه قبل. في قانون التخاطر، لما بصير فيه تخاطر بالأفكار، بس تفكر بشخص قبل النوم دغري بدقيقتين رح بتشوفه بحلمك أو بمنامك. تعرفوا هيدا الشيء؟ قانون الجذب. بس تآمن بفكرة وتخلي هالفكرة بتفكيرك ومالك تفكيرك رح تحصل عليها بالواقع. ما ديما بقلكن صوروا الصورة براسكن وصدقوها بتصير معكن شو ما كانت، بطموحاتكن بأحلامكن أي فكرة اللي كانت. نهاية ركزوا انه دايما تكون أفكاركن شو إيجابية ولقدام طموحة ولمستقبل كويس. قانون المراسلات. بس تشعر فجأة بالارتباك والضياع ومش عارف حالك شو عم بصير، كون أكيد إنه في شخص معين عم بفكر فيك بقوة وبحاجة لألك وبده إياك بقوة. قانون التوقع. أي شيء بتتوقعه وبتحط معه شعورك وأحاسيسك رح بصير معك بحياتك وبعالمك الخارجي. بس تتوقعوا قصص بحياتكن وتفكروا فيها دايما وتكرر هالتفكير، إن كان برجع بقلكن سلبي أو إيجابي، يعني اشتغلوا على أنه يكون دايما التفكير إيجابي ليصير معكم بالحياة إيجابي. وما في شيء بيقع علينا، كل شيء ممكن نحققه بحياتنا، وما نقول كلمة مش قادرين، كل شيء نحن قادرين نعمله بحياتنا. قانون الاضطهاد. إذا كل الناس بتضطهدك، كل الناس ضدك، كون أكيد أنه مش هن السبب، انتو السبب. اذا عم تفكروا بطريقة تشاؤمية انتو بتجروا الاضطهاد لحالكن. بقى دايما خلوا التفاؤل بافكاركن وبحياتكن بيلتغى الاضطهاد من حياتكن. قانون اولياء الله هو 8 قانون بالعقل الباطني. اذا كانت احلامك ومنيماتك بتصير معك بالحياة، يعني انت شخص راضي عنك ربنا وعم تعمل قصص بالحياة بترضي ربنا. 8 قوانين انتبهوا لها منيح: الارتداد، التخاطر، الجذب، المراسلات، التوقع، الاضطهاد، وأولياء الله. هن قوانين العقل الباطني. وزنوا عقلكن الباطني بتوازنوا حياتكن وبتصير حياتكن طبعا بشكل أسهل وإيجابي وطموح أكبر. بعد من خلال النهار رح نحكي أكتر. سألت سؤال على صفحة الفيسبوك وقلت هل صايرة معكن قصص فكرين فيها بالعقل الباطني وصارت بالحقيقة؟ خبرونا عن تجربكن وهيك نقدر نستفيد من تجربة بعض. صفحة فيسبوك عالم الصباح.
طبعا فيكم تلحقوني على جوزيف اندرسكور حويك الانستغرام الخاص فيي لاكثر واكثر بالانستا ستوري نشرح خلال النهار شو عم بصير بعالم الصباح وغير عالم الصباح. انا وياكم بقلكم انه نهارنا من هلا للوحده بتوقيت بيروت، ما تتركوني وين ما كنتوا بالعالم، خليكم معنا 3 ساعات من الوقت. في شيف كنت بدي اروح عند الابراج. شو نسيان؟ انت معنا اليوم شيف؟ نسيان؟ ناس صاير مثل الظل اسم الله عليك، هيك خفيف تقطع دغري مثل شربة المي. شيف انت شايف؟ انت ليك شو هدين الشيف اليوم؟ شيف شخص بيلا بتعرفوا عنه عندكم وقت لخبركم. يخاف كثير على صحته ومسرسب، ما فيك شو تسأل سؤال لحكيم قدامه، بصير هو المريض ونايم على الشاريو. قلت له انا شاف العجوات المشمش والخوخ كثير مفيدين فيهم، فيتامين بي 6 وبي 12 وكل هالقصص هيدي، كل ما تاكل ما تكبها كسرها وحطتهم بجيبته. هلا قشطته 3 تاكلهم انا. برافو شاف. هذا جوزيف اللي عم بيهمني صحتك كمان. ايه هو حطتهم بجيبتك، مش بس صحتي، صحتي وصحتك. حطتهم بجيبتك كده شاف. شو محضر لنا؟ زيف اليوم محضرين وصفات، عندي طبق حلو مسبوسة بالتمر، عندي دجاج بالبرتقال، وأيضا في عنا كمان طبق تاني مالح اللي هو صاجية دجاج بالكاري. لكن هول 3 وصفات مثل العادي مثل كل يوم، بقول لك كل المشاهدين ما تنسوا الورقة والقلم لحتى أعطيكم كل المقادير خلال فقرات رشة ملح. شيف زيف مثل ما كنت عم بتقول كمان اليوم بالنسبة للموضوع، انا كتير صايره معي، يعني بكون عم فكر بشغلي او ايه طب انا بتصدقها بتصير معك. ايه بالضبط هيك. نعم شيف ان شاء الله كل شيء بيصير معك قصص منيحه وايجابيه لانه انت شخص ايجابي. نحن وياكم تحركات الكواكب وعلم الفلك مع كارمن والابراج. صباحكم الخير، يوم الثلاثاء 24 نيسان ابريل، اليوم القمر كمان مرافقنا من برج ناري برج الاسد، وبعد الاجواء جيده للابراج الناريه الاسد الحمل وايضا مواليد برج القوس، ونصيحه يلي نهاره جيد ما ياجل لبكره، بكره الاجواء مختلفه كليا. منبلش مع برج الحمل، بالنسبه لك اليوم علو برج الحمل نهار ايجابي يبشر بتقدم بنجاح ويمكن حتى باخبار ساره وبأرباح متنوعة، والأكثر حظا اليوم مواليد نيسان أبريل، وبدي يضيف عليهم مواليد 31 أدار مارس. بنتقل لبرج الثور، هنالك بعض الأمور يلي عم تنطبخ على نار هادية أو نار قوية، والعلاقة بمسألة شخصية يلي أنت حابب تهتم فيها شخصيا، أو يمكن منها لحالة تبين بعض الأمور الشخصية بحياتك، يمكن أمور عائلية، يمكن أمور إيجابية أنت حابب تهتم فيها مثل تزبط البيت، ترتبط، تتزوج، أو هنالك نوع من احتفالات عائلية. 29-30 نيسان أبريل بتضل الأكثر حظا. بنتقل لبرج الجوزاء، مولود برج الجوزاء تتمتع اليوم بديناميكية كتير قوية، فكرية، جسدية، اليوم أفكارك ذكية كتير، حابب أنك أنت تطرح فكرة، أو يمكن فجأة بتلاحظ شيء بتحكي عنه، لكن يمكن هنالك بعض الأشخاص اللي بيفهموها غلط، ففكر منيح قبل ما تعطي أي رأي. هيدي فترة تتمتع فيها بقدرات حلوة للتعبير عن النفس وبالتواصل مع الآخرين، لكن كون منتبه أكتر. تبقى المواليد اللي عندها حظ شوي أكثر من غيرها 21 أيار مايو. بكمل مع برج السرطان، بالنسبة لبرج السرطان بعتبر نهار جيد إيجابي، بيدعمك بيساعدك بيزقف لك، ويمكن حتى يقدم لك نوع من مكافأة وتسوية أو مصالحة. الجو اليوم يمكن إذا بيحمل امتحانات إن كانت دراسية أو مهنية، حاول تكون جاهز وواثق من نفسك لأنه الفترة كلها إيجابية. 11 و12 تموز يوليو بعده الأكثر حظا. بنتقل لبرج السرطان لبرج الأسد، بالنسبة لبرج الأسد القمر ببرجك، الشمس مثل ما قلت لك امبارح بعدها عالية، وبالتالي نجمك بعده كتير قوي، هنالك انطلاقة وعزيمة كتير قوية عند جميع مواليد برج الأسد، ما بتقدروا تتخبوا أو تحاولوا انكم تنكروا هالرغبة عندكم بإدخال شيء جديد على حياتكم. خذوا الأمور على الهدى حتى ما يزعل حدا منكم، وفي احتمال حتى منا لحالة بعض الأمور توصل لعنكم على طبق من فضة، أمور جديدة. يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي هالفترة هو 2-3-4 آب أغسطس. بنتقل لبرج العذراء، أنا محلك بنطر لبكرة وبعد بكرة.
لأنه الفرق 180 درجة بين اليوم واليومين المقبلين. فشو بنعمل؟ بنخلي هذا النهار يمرق بأقل ضرر ممكن، ما المفروض يكون فيه أضرار، لكن هذه فترة شوي مخيبة للأمل، فارغة من الحظوظ ومن أي نتيجة. ما تحسم أي أمر، انطر أحسن. تبقى المواليد اللي بعتبر أنه لازم تنتبه أكثر من غيرها اليوم هي 19 سبتمبر. بكمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان ما تأجل لبكرة، شهل اليوم وإلا بدك تضطر تنطر للجمعة. اليوم نهار في شوية مساعدات، في شوية دعم، في شوية تأييد لإلك، في مين بيتفهمك وفي مين بيقدر يساعدك وينبهك من بعض الأغلاط. تبقى الأكثر حظا نسبيا هي مواليد 22-23 سبتمبر. بكمل مع برج العقرب. الضغط بعده مستمر، الضغط النفسي والمعنوي من امبارح، الجو متقلب، واصلا الجو كله منه هالقد رايق بالنسبه لك تقريبا حتى 19 ايار مايو. وبالتالي بدك من هلا لوقتها بدك تدولبها بطريقه ما تزعل حدا. اليوم كثير بيزعلوا، مش حدا واحد، كثير معقول يزعلوا منك، فكون حذر جدا. الاكثر صعبا مواليد اكتوبر. كمل مع برج القوس. بالنسبه لبرج القوس نهار حلو، افضل من بكره. انت من الاشخاص اللي ما لازم ياجلوا للايام المقبله، اليوم نهار بيساعدك كثير مش شوي، وكانه بيعطيك الجراه لحتى تاخذ خطوه باتجاه مسار جديد غريب عجيب ما بتعرفه. تبقى المواليد الانشط مواليد 29-30 نوفمبر تشرين الثاني. بنتقل لبرج الشادي. مولود برج الشادي بكره نهار ترابي بامتياز، وبالتالي في تجاوب وتعاون معك اكثر من اليوم. اليوم بدك تتعب لانه في كثير اشخاص ما بيقدروا ياجلوا مضطرين، فاليوم بده يكون في اخذ وعطاء، بدك تتكيف مع الظروف لتمشي الحال، فحاول ما تخلق مشكل. ليش؟ لانه ما بدنا مشكل يوصل لبكره وبعد بكره يلي هن يومين كثير حلوين، مفروض نكون عم نتقبل خلالهم الكادويات مش قاعدين عم نحلحل فيهم مشاكل. تبقى المواليد الاكثر تعبا 31 ديسمبر 1 كانون الثاني يناير. كمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو انت من الابراج يلي قد تعاني اليوم، يمكن من امبارح المعاناه مكمله، الاجواء متقلبه، ضاغطه، متطلبه، حسب عمرك شو بتعمل بالحياه، ان كنت تلميذ يمكن عندك امتحانات، يمكن مش دارس منيح، او يعني في بعض الاشكالات اليوم حتى على الشخص اللي بيشتغل او ما بيشتغل، بعده عن المشاكل لانه المشكل بيكبر. هنالك بعض الحظوظ الصغيرة عند 20 و21 كانون 2 يناير. بنتقل لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت هنالك تفاعل لا بأس به. الشرط انه انت تكون عارف شو عم تعمل، مثل ما قلت لك امبارح في كتير امور بتضطر تشتغل فيها بالوقت نفسه، الاولويات لازم تاخذها بعين الاعتبار. ونصيحة ما تأجل لبكرة لانه بكرة معقولة مش انه تتأزم، معقول تسوء شوي الامور، فاذا بدك اذا عندك شغله مهمه بهذا الاسبوع اشتغل عليها اليوم او بدك تأجلها للاحد. 19 اذار مارس بعد الاوفر حظا. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنه مهمه لانه هيدي السنه يبدو عم تشتغل فيها على اسس جديده شخصيه، عائليه، منزليه، بدك تشتري بيت، تبيع بيت، بدك تستاجر، بدك تسافر، بدك ترجع من سفره، بدك تتزوج، كل هالامور الشخصيه انت عم تشتغل عليها، وطبعا انت بحد ذاتك كشخص انت العنوان الرئيسي، كانه عم تهتم بحالك صحيا، نفسيا، معنويا. ايار مايو سبتمبر وكانون الثاني يناير هن افضل الاشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. كارمن تانكيو لك، تانكيو. فإذا أنتم فيكم تغيروا حظوظكم السيئة صدقوني، والقدر السيء، وتخلوا قدامكم كل شيء إيجابي إذا رجلجتوا وفكرتوا بإيجابية وتفاؤل بعقلكم الباطني. رح ارجع عندكم اياها، في كثير طالبين مني عيدهم ليرجعوا يركزوا عليهم، بقول لكم انه اونلاين فيكم على الساعه 4:30 5 تقريبا بيوصل كل الحلقه تبع عالم الصباح لليوم، فيكم تتابعوا فيها كل شيء وكل فقرات بيمرقوا. اما بالنسبه للتفاصيل اللي عم نحكيها خلال النهار عن العقل الباطني وعلاقته بحياتنا اليوميه، بريك وبنرجع، خليكم معنا لنكون مع الموضه ومع هاديه.
يعني بلشت يعني تيجي لعند القصص يلي صايره معكم العقل الباطني كامل. انا بحييك اللي كنت عم بتتابعني من شوي، بعت لي انه 6 صباحا من 22 سنه عم تفتح محلك، كان معك ما بعرف شو كان معك، مكتوب علي اسم محل بليس هاوس، قلت يا ريت في عندهم عروس لالي وتحقق حلمك وصار نصيب بعد فتره كتير قصيره. ان شاء الله بتضلوا مع بعض دائما. اصلا اللي قلت لكم اياه هيدي دراسه علميه مؤكده 100%، دائما خلوا تفكيركم ايجابي وبعقلكم الباطني فكروا مثل القصص اللي بدكم اياها تتحقق، وانسوا الياس وانسوا الزعل وانسوا السلبيه وانسوا التشاؤم، خليكم دائما بالتفاؤل وبالايجابيه وبالسعاده رح يتحققوا بحياتكم وبصيروا بصدقوا افكاركم. نحن وياكم رح نروح لعند هاديه وافكار جديده عن الموضه على الموضه. صباح الخير لكل مشاهدينا، واكيد مع حلقه جديده من فقره على الموضه. اكيد متبصرتوا عم تعرفوا في اشياء كتير عم بتصير ببيروت، بيروت عاصمة الموضة، أحداث كثيرة من إطلاق مصممين ومجموعات جديدة وعروض أزياء وإكزيبيشنز بكل المجالات. يعني فينا نقول بيروت بهيدي الفترة تنعد على كل الأضواء عم يطلعوا عليها، خاصة من الأحداث المميزة. واكيد بهالمناسبات الحلوه مع موسم جديد بدنا نكون باحلى طله لربيع صيف 2018. ربيع صيف 2018 مثل ما سبق وخبرتكم ببدايه الاسبوع الماضي كنا عم نحكي عن قصه الالوان. الالوان ما بتخلص ابدا، ومثل ما شايفين انا اليوم البلو الدنم بلو هو من الالوان يلي كتير دارجه، يعني الازرق، وين ما عم تروحوا عم نلاقي الازرق. غير انه الدنم هالسنه ومرجعنا كتير لفتره التسعينات، بنحس كمان لاول مره بعالم الموضه من فتره طويله رجع اللون الازرق على كل تدرجاته، خاصه البيبي بلو. البيبي بلو يلي كان بس حكرا للبيبيز لما بيخلقوا الصبيان هن وصغار، لكن هيدا لون بطل بس للصغار، اصبح كمان لنا ونحن البنات كمان، مش بس للشباب والرجال. على كل حال بالنسبه للون الازرق، واكيد كمان في هالسنه رجوع كثير للون الزهر، لفي اونهوز لنشوف حوالينا الحياه الحلوه المميزه، وكمان اللون الاخضر على كل تدرجاته كمان وجود كثير. عم لاحظ انه اللون الاخضر الزيتوني بالاضافه للكاكي اللي عم نشوفه كمان وبرجعنا لفتره التسعينات. بس لكن بحب اذكركم انه من بدايه التسعينات كان لاول مره بنشوف بنسبة كتير كبيرة اللون الأخضر بعالم الموضة، ومنلاحظ أنه تقريبا كل المصممين أصبحوا حتى عم بحطوا لمساتهم باللون الأخضر. والسبب كان بالماضي كانوا يتشائموا من هيدا اللون، بس لكن هيدا الشيء تبين أنه بس كان مثل نوع من سوبرستيشن. من هيك بالطليعة أكيد نحط اللون الأزرق لحمينا من العيون. واليوم كمان رح نشوف سوا ديفيلي، ومنلاحظ كمان بهيدا الديفيلي ركزوا على اللون الأزرق وصولا لأكيد للدنم بلو. عن مين عم بحكي؟ عم بحكي عن فندي. فندي هالموسم حب يشوف عالم الموضة بطريقة مميزة، منلاحظ تمتعوا مثل ما قلت بالبداية باللون الأزرق على كل تدرجاته. منلاحظ أصلا عند دار أزياء فندي وماركت فندي التفاصيل الدقيقة هي اللي بتعمل الفرق الكبير، وأكيد المجموعة تمتعت بالحنين لفترة التسعينات والثمانينات بنفس الوقت. ننتقل ونشوف سوا مجموعة فندي وأكيد لربيع صيف 2018. بحب ذكر ركزوا على لون الشعر كمان، لون الشعر عم يكون أزرق قريبا، حيرجع لون شعري أزرق.
مجموعة ربيع صيف 2018 لفندي وبعده لحد هلا المصمم كارل لاجرفيلد ما زلنا هو كمان عم بيصمم مجموعات فندي، وبنلاحظ مؤخرا بعد ما كان يمكن من اوائل الماركات فندي اللي اطلقت الباجيت باك، ومن وقتها مع دار ازياء فندي بنلاحظ كانت القصة الكبيرة على الجزدان. وقتها بالتسعينات كان The It Bag، كان الجزدان الماست هاف، وصار منلاحظ من بعدها تتنقل الويتنج ليست كل سنة يا أما كل موسم على ماركة معينة. بس لكن هالموسم منلاحظ انه الجزدين لما تيجي للجزدين كل الماركات كل صار عندهم كل واحد عنده الايدنتيتي الخاصه فيه بالجزدين، بس اكيد كل ماركه كل موسم بيطلقوا جزدين خاص. وكمان من السنه الماضيه كمان لما فندي اطلق البيكابو باك كان الماست هاف باك، واكيد كل العالم بدها تحصل عليه، وكمان كان في نسبه كثير كبيره من الويتنج ليست، وبعده لحد اليوم كمان في ويتنج ليست على الباجز الاساسيه تبعون الماركات الكبيره. وبحب ذكر كمان من بدايه كمان الالفيه من 2000 لحد اليوم صار في ديبارتمنت خاص للجزادين، مصممين للجزادين خاصه بجيبون بس ليطلقوا ولينطروا حظهم ليطلع الجزدين هو الستار تبع الموسم. وكمان غير هالشي كمان الاكسسوري اساسي من العوينات من الاكسسوار الصغير من الاحذيه كل الاكسسوار الاساسي كمان في ديبارتمنت خاص بكل دار ازياء بنلاحظه حتى يركزوا عليه. وبالاخر ما في احلى من الموضه وما في احلى من نكون ذا ستار اوف ذا سيزون، وحتى ذا ستار القطعه الكلاسيكيه اللي بينطروها من موسم لموسم وبيعيدوها دور الازياء كمان من موسم لموسم. وهيك مع عرض فندي لهالموسم مثل ما لحنا لاحظنا اللون البلو، لكن الاشخاص يلي بعد ما اشتروا قطعه من اللون الازرق يا ما اشتروا قطعه من لون الدنم فيكم تتوجهوا هلا تروحوا تشتروها. بقى اذا ما جاء على بالكم تتالقوا بازياء من اللون الازرق فيكم كمان تروحوا تلونوا شعركم لون الازرق. وهيك بنوصل لنهايه فقره عن الموضه ونسيت طفي تليفون اليوم حطه سايلنت.
في هون حدا زعلان مني بس اتس اوكي. على كل حال ننتقل لعن جوزيف وكارلا، خبرونا شو في عنا بعالم الصباح. سوري. ثانك يو هاديا، بنرجع بنشوفك ان الله راضي يوم الجمعه بحلقه جديده من على الموضه. برجع بقلكم ردوا على عقلكم الباطني وخلوا عقلكم الباطني دائما شو ايجابي، لانه القصص الايجابيه بس صدقوها بتتحقق بحياتكم بالقوانين الثمانيه يلي داخل عقلكم، رح نعيدها خلال النهار. خليكم معنا، رح ناخذ بريك قصير ومن بعدها 10 قواعد او 10 اخطاء شائعه بتضر بالسلامه الغذائيه لازم نتجنبها. بريك ونرجع. صبح بالخير عن جديد كل يلي انضموا لنا هلا، ومع كارلا طبعا خفيف نضيف 10 اخطاء اليوم شائعه بتضر بالسلامه لازم نتجنبها. شو هي على السريع؟ حنقول لكم، حضروا ورقه وقلم، حضروا فكروا فيها منيح. خفيف نضيف، صباح الخير. تمام مش الحال، بعرف انت اللي عندك كثير قصص تحكيها. كلنا سمع لك. يلا رح نبلش. الاخطاء الشائعه جوزيف بنعملها بالمطبخ، نحن عم نطبخ، نحن عم نحضر الاكل، وتبين ان اكثر شيء مسؤوله عن التسمم الغذائي يلي بيصير حتى من عنا بالمطبخ. هلا اكيد الواحد بينضر بين هلالين او بيتسمم من اطعمه فاسده ممكن يكون اشتريها من برا او ولا بمطعم، بس الخطر كمان عنا بالمطبخ. فرح نبلش بالأخطاء العشرة لحتى نفسر مظبوط عليهم، وهيك مثل ما قلت للمشاهدين يدونوا، لأن إشها ما بنفكر فيها على فكرة، ولي ما علي ما تصير منقول. وأول خطأ شائع جوزيف هو أنه ندوق الأكل لنشوف إذا بعضه صالح للاستهلاك. فكتير من الأشخاص بيقولوا هي بعدها منيحة، هتا نشم ريحتها، هتا ناخد لقمة نلحس مثل ما بيقولوا، بلحس لقمة لشوف إذا هالشي بعده صالح، طعمته منيحة. بس بدي أقول للمشاهدين أنه البكتيريا ما إلها لا طعمة ولا ريحة. يعني أنا وقت أدوق الاكل ممكن انه يكون فيه بقلبه تلوث وانا اتسمم، ف بيكون يمكن طعمته بعدها منيحه. فمش عباره انه الاكل اذا خلصت مدته مثلا قطع على وقته لنقول نهار او نهارين اذا بالبراد او اكثر ودقني وبعده منيح، انه يكون بعده منيح ومن خلال هالدواء ممكن انه انا كون اتسممت. فهيدي كثير ننتبه لانه منذ ابدا شو. إذا بدك بس ما بيعني شيء، يعني إذا شميت وشفت إنه الريحة منيحة مش يعني منيح، فإذا عندك شك عند الشك تخلص. يعني ماكسيموم الأكل اللي بالبراد الطبخة أو أي شيء نحط ثلاث أيام، ثلاث أيام بالبراد بس ينحط أو بتكون فريزر أو بالثلاجة طبعاً، وبالثلاجة فيها تقعد أشهر أكيد. نعم. رح ننتقل لخطأ تاني كمان اللي هو وقتها نحن نكون عم نطبخ، يعني مثلاً أنا حضرت اللحمة، حضرت الدجاج وأخذته على المقلة مثلاً لأطبخه، أو قطعته على بقلب على على خشبة التقطيع وأخذته لأطبخه، إجمالاً بلا ما انتبه من بعد ما أشوي الأكل برجع بحطه على نفس الصحن، يعني من بعد ما يكون انطبخ برجع بحطه على نفس الصحن اللي أنا كان حامل اللحم النية أو أي شيء دجاج ني. كمان هذا كتير خطأ عطول لحتى ما نعلق بهيك غلطة، يعني مثلا حسوب أنا كبكبت لحمة لأعمل لحمة مفرومة أو كبة أو إلى آخره، شويتهم أو قليتهم، الصحن بعده حتى بلا ما أفكر بنقل الشويته بحطه على الصحن. صح، لا فهمت عليك. مجرد أنه أنا فضيته دغري حطه بالمجلة لما أغلط هيك غلطة. صح. ويكون عنده صحن نظيف لا يحط الأكل للطبخ. الخطر الثالث اللي دائما بيصير قد ما حكيت عم بيصير هو انه طلع الاكل المثلج واتركه يدوب على المجلى بالمطبخ. كمان هيدا خطأ شائع جدا. نحن لازم نترك الاكل يدوب بالبراد، او اذا انا كتير مستعجله لتاني نهار ما قادره اتركه بالبراد بحطه تحت، بفتح المي عليه مثلا اذا لحمه تفك الثلج عنا، او احسن واحسن اذا بدي احطه بالمايكرويف. هلا ممكن انه انا اذا عندي قطع لحمه او دجاج مباشره
بالفرن. كنت عم تقولي هذيك يوم انه يعني صح. فينا اذا ما في اي مشكل مثل ما هو من الثلاجه ل سمك لحم دجاج ما بيأثر. سمك لحم دجاج ما بيأثر. هلا كثير من الاشخاص بيقولوا انه مثلا بتقسى اللحمه ما بتعود طيبه، ابدا مش مزبوط، هي زيتها. وخاصه حتى اللحم المفرومه، اللحم المفرومه كثير خطره اتركها تدوب. ليش خطر تدوب على الطاوله جوزيف؟ لانه انت بيكون من جوا بعده مثلج ومن برا عم بيدوب التلج، فمن برا حرارة اللحمة بتنزل، سوري بتطلع، بتصير بتسخن يعني، وبتصير بهالحرارة تتكاثر الجراثيم من جوا، بينما من قلب اللحمة بعده متلج وبدك تنطر ليدوب أكثر، بينما بالبراد بيكون محطوط بدرجة حرارة البراد اللي هي 5، فبدرجة حرارة 5 ما في تكاثر. يعني هي أفضل طريقة دائما الواحد يشيل قبل بيوم أو يومين من التلاجة يحط بالبراد. صح، بالبراد أهين شيء. هلا طبعا عندك كمان المشكلة الكتير كبيرة، هي غسيل الدجاج قبل الطبخ. نحن بنفكر إنه وقت نجيب الدجاجة نغسلها بالمجلى لحتى نشيل الجراثيم عنا، هيدا كتير منيح. بخبركم انه المي والصابون ما بيقتل الجلاسيم يلي بقلب الدجاج، يلي لازم نعمل وقتها تغسل الدجاج عم بتلوث كل المجلى وكل ودي طرتش، بدك تقعد تنظف وتعقم، ما تجلو او ما تغسلوا الدجاج او اللحم مثل ما هو بالطنجره مع كل البهارات وهيدا. اذا اذا الفرق بيخلوا ملح ما كمان عم بتلوث حواليك. خلوا ملح، ما بيقدروا جراثيم بالدجاج وما بيروحوا الزنخه. يلي بده يروح الزنخه هو وقتها تحط له كل شيء بهارات وتوم وبصل. هو اللي بيروح الزنخه انه يكون طازه، اول شغله كمان يعني كمان بقلب الدجاج. يعني في انواع دجاج بيكونوا طازه وهن بيزنخوا اصلا. بس هي طريقه الطبخ يلي اكثر شيء بتخلي يزنخ. السلق بيخلي يزنخ اكثر من الشوي، من هيك حطوا مطيبات اكثر، ما تغسلوا الدجاج او اي شيء من اللحوم الثانيه. كمان اللي بنلاقيه كثير وقت انت تحضر مع اولادك وقت كانوا اصغر عجينه الجاتو او الكوكي، بيحبوا يذوقوا الاولاد او انت بتحب تذوق. نو نو نو، ممنوع، لانه كل ما الواحد ذاق من شيني مثلا ان كان فيها بيض، خاصه اذا عجينه الجاتو، يعني ممكن انت تتعرض للجراثيم الموجوده بالبيض الني. وحتى لو العجينه ما فيها بيض، ممكن الطحين الني يحمل كمان جراثيم الايكولاي اللي كمان طبعا بتروح كلها على بتروح كلها على مثل ما بيقولوا كل شيء خاصه الطبخ. كمان ما لازم ننسى، وهي كثير امات بيعملوها وامهات، من بعد ما يطبخوا الطبخه بيتركوها تبرد على على المجلى كل نهار. وهون كمان بدنا نقول الاكل حتى لو انطبخ وقتا يبرد الجراثيم بتصير تتكاثر فيه، فانا ما بترك الاكل يبرد على المجلى اكثر من ساعتين، يعني بعمل جهد اخليه يبرد بسرعه، عبيه بعلب وحطه بالبراد. اذا انا بدي ابعت اكل مع اولادي، اذا ساكنين برات البيت بالدورمز او باي اماكن ثانيه بعاد عن البيت، لازم اعلب لهم اياهم حتى لو كان بعده طازه وسخن. ما بخليه يضل سخن ولفه ليحافظ على حرارته السخنه، لا، ببرده وبحط ثلج ليسقع بسرعه ويروح مسقع على الطريق. ما لازم يكون سخن على الطريق او درجه حراره الغرفه، يعني 25 درجه هيدي درجه ما منيحه، هيدي اكثر درجه بحبوها الجراثيم لحتى يعني هي الدرجه اللي بينتقل فيها من السخن للبارد، هي ومن البارد للسخن 100% بحب فيها الجراثيم بتتكاثر بكتيريا هيدي كثير. صحيح، هيدي كثير عاطله. طبعا في يعني في كمان طريقه خلال الطبخ عاده نتبعها، هي انه انا انقع اللحمه او الدجاج برا، يعني انا وقت احط خل احط صوصات على اللحمه ما بتركها برا، بعرف انه لازم تنقع مثلا 3-4 ساعات 5 ساعات لتتشرب بالبراد، اب ممنوع ننقعها ب على درجه الحراره لنفس الاسباب، مش لانه حاطين خل على اللحمه او الدجاج يعني ما رح تتكاثر الجراثيم فيها. فالمارينيشن بقلب البراد. وانتبهوا كثير، الصوص اللي نقعنا فيها اللحمه او الدجاج ما برجع بستعملها على اللحمه بعد ما تنطبخ، بغليها للصوص لتوصل لدرجه الغليان وتبقى نار، برجع بستعملها مع اللحمه اذا بدي استعملها. نعم.
نقعت اللحمة. ما لازم كمان ننسى لازم نذكر جوزيف. لا نقعت اللحمة يعني ما فيها نفوتها هي واللحمة مع بعضهم على النار؟ بلا بلا مو بينطبخوا. أوكي. كمان لما نذكر جوزيف عصيرة النار انه قد ما فينا نطبخ منيح اللحمة والدجاج. هلا اخطر شيء الدجاج ممنوع يكون بعده ملون زهري، بده يكون خلص صار ابيض. اللحمه خاصه المفرومه يعني شفت عم تشوف الدجاج وخاصه على الجريل ممكن انه من جوا ما يكون استوى مظبوط، بصير شيء طوق من برا بيحترق ومن جوا بضل. بقى هون الطريقه انه نرقق الدجاج او نقطع القطع الدجاج صغيره اذا طوق، واذا لحمه مفرومه كثير ننتبه خاصه على البرجرز انه تكون يعني مستوية مزبوط. ليك هون عم بيستعملوا هذا الميزان موجود وين ما كان، كتير سهل انه نحصل عليه عند الشك. فينا نشكه بقلب اللحمة خاصة الدجاج، كل أنواع اللحوم بس الدجاج بصورة خاصة، ونتأكد أنه وصل لدرجة حرارة فوق 70 درجة مئوية. ما لازم ننسى كمان نغسل إيدينا بعد ما نضقر اللحمة والدجاج، يعني بدنا نصوب إيدينا جوزيف كتير منيح مي وصابون، مي وصابون، وإذا كانت مي سخنة بيكون أحسن. وعلى القليلة 4 أو 5 مرات يعني، أو نعد على القليلة 20 مرة، عم نعد للعشرين نحن عم نصوبين ايدينا. وكتير مهم انه صوبين بين الصابية والضفير لنكون اكيدين انه الجراثيم راحوا كليا. واخر شيء عندك تنشيف، ننشف ايدينا منيح، ما لازم يكونوا مي. واخر نصيحة وغلط عادة بنعمله هو الادوات اللي بنستعملها لحتى ننظف الجلي ونجلي. منفكر نحن انه الاسفنج اذا زدنا له مواد معقمه واو دو جافيل مثلا ممكن انه خلص يمشي حاله وتضل. لازم تتغير على الاقل مره بالاسبوع، واذا عندنا استعمال كثير مرتين بالاسبوع الفوط لازم تنغسل بالغسالة بيكون أحسن. أو تنغلى على النار كمان. والاسفنجة بعد آخر النهار نصوبنا، يعني نحط مي وصابون نصوبنا. أنا بعرف إنه نتركها تنشف بالبيت، ما نحطها بقلبنا. نستعمل وحدة للكبيات طبعا وحدة للطناجر والصحون طبعا يعني هيك أكيد. بس مع هالشي دايما ما تتركها منقوعة بجاط المي لتنهار، تنشف ونغير. ثانك يو، بنشوفك على الرد بكره بعد بكره. لا نهار الجمعه. نهار الجمعه الكفوف بس تلبسون كمان، شايف هذا انتبه غيرون. غيرون يعني ما تستعملون مطرح لمطرح. اوكي سمعت منيح حلا؟ اكيد سمعت منيح. حفظتها من ميلي لميلي بغيره. ميلي اكيد شايف. يلا نحن كلنا سمع لك، تفضل رشه ملح. صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم في عندنا 3 وصفات، البسبوسه، عندنا الدجاج كمان مشاهدينا، او صاجية الدجاج بالكاري، بالاضافة كمان في عندنا الدجاج برتقال. مثل العادة مثل ما بتعرفوا اول شيء بنحضر طبق الحلو، وصفة الحلو لنفوتها على الفرن تستوي معنا لاخر فقرة بعد ما نبردها ونظبطها. انا وياكم رح نروح نحضر بسبوسة بالتمر. مشاهدينا بالنسبة للبسبوسة بالتمر رح حط اول شيء عندي بالخلاط الكهربائي من البيض، وايضا رح ضيف كمان كان عندي بيض، عندي فانيل، بخلطهم مع بعض. هيدي اول عملية، البيض والفانيل، منضيف كمان السكر. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. لكن ضفنا السكر، عندي تمر مطحون، كمان ضيف تمر مطحون، لكن صار عندي بيض، صار عندي سكر، صار عندي تمر مطحون. عندي هون زيت نباتي، كمان بضيف زيت النباتي، وايضا منضيف عندي طحين، وعندي من السميد كمان بضيف الطحين. اوكي حطينا طحين وحطينا سميد، وراح ضيف كمان ماي، وراح ضيف بيكنج باودر. لكن ضفنا ماي وضفنا بيكنج
باودر، بضل في عنا اللوز رح نحطهم على وجه الصينية الصينية، رح ادهنا بالطحينة ورح ادهنا بالطحين. رح خبركم أنا مشاهدينا بعد شوي عن كل وصفاتنا بالتفصيل. أما هلأ بالعودة لك جوزيف، ما بعرف هلأ صدر قرار بس لنقوله للمشاهدين كمان أنه بسبب الخنقة والعجقة اللي عم بتصير قدام الميكانيك والمعاينة، طبعا مطرح عم بصير معاينة وعم بصير في طابور طويل عريض عم ينطروا ساعات وساعات مع بكرة العشية، انه بتصور لنهاية 2018 فيكم تعملوا او تدفعوا ميكانيك سياراتكم من دون معاينة. هيدا اللي صدر قدامي وتأكدوا منه قبل ما تنفذوا. طبعا بريك ونرجع. إذن عودي معكم للمتابعة مثل كل يوم ثلاثة بهالوقت، نبتة جديدة بنتعرف عليها وعلى خصائصها بأرض ورد مع كندا. وما تنسوا تجاوبوني عبر صفحة فيسبوك عالم الصباح إذا صاير معكم أمور مفكرين فيها بعقلكم الباطني وتحققت بحياتكم الواقعية. مثل ما قلت لكم 8 قوانين لازم تتابعوها كتير منيح، قانون التوسع، يعني بس تركزوا على قصص إيجابية أو سلبية بتصير معكم بالحياة. الارتداد بس بدكم تشوفوا حدا فكرتوا فيه كتير بس توقفوا تفكروا فيه فجأة تلتقوا فيه. التخاطر بس فكروا بشخص قبل النوم دغري لمدة دقيقتين رح تشوفوه بمنامكم. قانون الجذب بس تأمنوا بفكرة وتخلوها براسكم حقيقة وتصدقوا الصورة تتحقق بالواقع. قانون المراسلات بس تشعر فجأة بالارتباك وزهيدا ودون ما في سبب محدد حولك، يعني في شخص عم يفكر فيك وبده اياك بقوة. قانون التوقع اي شيء بتتوقعه وتحطه بشعورك واحاسيسك راح يصير بعالمك الخارجي. قانون الاضطهاد بس حتسوا حالكم مضطهدين من كل العالم اللي حولكم، انتوا السبب لانه افكاركم تشاؤمية، خلوا افكاركم دايما بالتفاؤل. قانون اولياء الله، اذا كانت احلامك مثلا ومنيماتك عم تتحقق بحياتك يعني انت ربنا راضي عنك وعم تعمل أمور بترضي ربك. وازن عقلك الباطني لتوازن حياتك وتعيش بسلام أكتر. نحن وياكم أرض ورد مع كندا. صباح الخير كندا. صباح الخير جوزيف. العقل الباطني اليوم عم نحكي عنه، قديش في أفكار هيك تخطر عبالك وبتصدقيها وبتتحقق بحياتك؟ هلا أنا أنت عم تحكي بس في شغلة بس علقت براسي. بس وحدة؟ بس هاي أكتر شيء. أوكي. قال إذا بتفكر بشخص قبل ما تنام بتشوفه رح جرب ما أفكر فيك. لا تجرب. يطلع لك بالنهار وبالليل قال. بس إذا فكرت فيه بتحقق حلمك تاني يوم بتشوفيني على الصباح. يعني أنت عم ترضي ربك. هيدي إذا فكرتي بهالطريقة هيدي. شو عنا اليوم أي نبتة؟ اليوم عم نحكي عن نبتة حلوة عم جرب هالفترة شوي نتعرف على نباتات خارج المألوف جوزيف، بعض النباتات يلي بنشوفها أيام بالمشاتل بس مش عطول. اليوم عم نحكي عن أنيغوزانتوس، اسمها كتير صعب بعرف بس فينا نسميها كمان باللغة العامة الكانجورو بو أو بات دو كانجورو أو إجر الكانجورو. نعم. وهي أكيد مستوحاة من شكل إجر الكنغورو، الزهرة يلي بتعطيني إياها، وكمان الاسم مستوحى من مصدرها لها النبتة يلي هو أستراليا، نبتة أسترالية بس منشوفها بمشاتلنا وممكن نشوفها بجنينات كمان ابتداء من هالوقت بلش تزهر على طول الصيف لأواخر الخريف. والألوان يلي بتعطينا إياها هي ألوان كمان ألوان حيوية، منبلش من اللون الأصفر، الأورانج، الروز، الأحمر الإكلاتان، الأحمر القوي، لنوصل للون شوي على هيك بوردو يلي شايفينه معنا اليوم. ومثل ما قلت هي نبتة بتزهر ابتداء من هلأ وبتضل لأواخر الصيفية. هلأ عادة منشوفها بالمشاتل كنبتة داخلية بس نحن بمنطقتنا بنقدر انه نزرعها حتى برا بالجنينات، وبتعطي بين النباتات التانية شكل كتير خاص فيها وكتير مميز عن بقية النباتات. يعني اذا عندي مصيف فيجيتال، يعني عندي مجموعة من النباتات او عندي زاوية بدي شكل فيها انواع مختلفة من النباتات، اكيد انه الأنيغوزانتوس رح تكون واحدة من النباتات يلي بتكون مثل منقول الضوء يلي بين كل هالمجموعات هيدي لأنه عندها شكل كتير خاص فيها. لح أحكي عنها بصلي؟
هي منا بصلة، لا هي بتنزرع من البذور أو بتمد يعني تحت الأرض لحتى تعطيني. فيك تشبهها بالبصلة بس هي منا بصلة، هي ورم بالشروش يلي بتكبر تحت الأرض وممكن أنه تعطيني ترجع نبتات تانية، ايه فروع جديدة ونبتات جديدة كمان. هلا قلت أنه بتعيش بمنطقتنا بالجنينات جوزيف، بس عشرت أنه يكون في عندي طقس معتدل، بمعنى انه ما يكون عندي صيف كتير حار، اهم شيء انه ما يكون عندي شتويه بارده كتير، وهيدا الشتويه البارده هي اللي ممكن تاثر عليها وتخليها ما تنزرع برا، مشان هيك ما بتنزرع باعالي الجبال بس كمان على السواحل بدي اتفادى الحراره يلي بتطلع فوق ال 33 درجه، يعني عم نحكي عن المثال عندنا اذا بدنا نزرعها بجنينات هي المنطقه يلي بتمتد لنقول من ال 400 متر لحديد ال 700-800 متر، يلي هي المنطقة المعتدلة صيفا شتاء ويلي بتقدر انه تعيش هالنبتة فيها. اهم شيء لحتى تقدر تعيش هو شمس الضوء يلي هي كتير بحاجة له لحتى تعطيني ألوانها. وقت اللي بقول أستراليا بعرف انه هو شيء كتير اكزوتيك، بس كمان بذات الوقت نتخيل انه في حرارة منا هينة على مدار السنة، ما في برد اجمالا، والطقس بيبقى الحرارة يلي هي بتتراوح بين 20 لحديد 27-28 درجة، هذا هو الطقس يلي بيناسب هيك انواع من النباتات. بس يعني كل شيء اصلا زهور وورد وقمار وكل هالقصص هيدي بده شمس، هيدي ضوء ضروري، يعني بده ضوء لحتى تكون مزهره لحتى يطلع ويعطي الالوان، يعني حتى البوانسيتيا يعني بدها نسبه من الضوء، اوقات يمكن بدها عتمه كمان بس بدها نسبه من الضوء لتعطي الاحمر 100%. هلا الفرق هو انه وقت تكون نباتات جاي من مصادر او من مناطق بارده بتكون بحاجه لفتره من البرد، وحتى في بعض النباتات اللي هي بحاجه للثلج لا تتلج عليها وتاخذ هالقد تنزل الحراره تحت الصفر لحتى بعدين بس تصير الربيع ترجع تفيق عن جديد وتزهر. في بعض النباتات يلي لا ما بتتحمل هالكميه من البرد وهالحرارات المتدنيه، بالعكس بتموت وما بتقعد ترجع تفرخ عن جديد. الانيجوزانتوس هي وحده منها يلي ما بهم هيدي الدوره دوره الفصول كثير، بالعكس اذا كان بضل الحراره متراوحه بين ال 20 ل 27 درجة هيدا هو الأنسب لإلها. هلا نحن ما عندنا برد كتير، ما عندنا شتاء بارد كتير، بنحكي خاصة بهالمناطق، ولا عندنا صيف شديد الحر يلي بتطلع الحرارة لدرجات غير محتملة، وبالتالي هي نبتة بتقدر تعيش بهالزون يلي ذكرتها قبل شوي. الشمس مثل ما قلنا بالنسبة للتربة يلي بنزرع فيها، إذا عم نزرع بالجنينة مهم إنه أول ما نعمل الحفرة يلي بدنا نزرع فيها نحط تراب أسود يكون غني بالمواد العضوية، يعني هيدي نبتة عادة بتعيش بعدة أتربة منا صعبة كتير، بس إذا بدي أعطيها الظروف المثالية أفضل شيء هو أنه وقت اللي بدي هيئ لها الحفرة يلي بدها تنزرع فيها أخلط التراب بتراب عضوي يكون غني بالمواد الحمضية غني بالمواد العضوية، وبعدين بنصير بنسقي. عادة هيدي نبتة بتاخذ مي كتير، يعني صحيح انه لازم شوي تنشف لترجع تنسقى عن جديد، بس هيدا الشيء ما بيطول خاصة اذا هي برا، يعني تقريبا يوم اي يوم لا اذا كنا عم نحكي بالايام المشوبة، اما اذا كانت بقلب البيت ممكن انه مثل هالايام يلزمها مرتين بالاسبوع تنسقى. وبذكر انه دايما خاصة بالبو لازم نسقي نشبع كتير منيح، بتشوف انه بعد ثلاث ايام رح يكون بلش ينشف وجه التراب وبصير بحاجة لانه ترجع تنسقى مرة تانية. إذا بدي هيك اتخيل مع شو معقولة إنه حتى أو ازرعها بالجنينة، كل أنواع الألوفيرا، كل أنواع النباتات الساكولنت أو النباتات السميكة اللي ورقتها سميكة
تتماشى معها ان كان من ناحيه الاحتياجات وان كان من ناحيه الشكل كمان يلي بتصير بتحس انه متناسقين مع بعضهم بطريقه العنايه وحتى بالفيجوال يعني بالفيجوال افكت او التاثير النظري لنا بقلب الجنينه. هي بتزهر بس بهالوقت هيدا ولا مدارس؟ بتزهر من هلا لاواخر الصيف او اوائل الخريف ولحتى لا مش فوز واحد لحتى نقدر نخليها على طول عم بتزهر اكيد لازم انه نقص الاغصان يلي هي يابسه لنفتح مجال انه الجداد كمان يرجعوا يطلعوا عن جديد. وحتى وقت اللي بتيبس الزهره جوزيف خاصه وقت تكون الوان مثل هيدي صعب انك يعني تشيلها بالساهب انطرها لحتى تنشف مظبوط لانه بتضل هي وعم تنشف فعم تعطيني الوان حلوه. هالالوان يلي بتبقى مثل كانه زهره معتقه بتحب انك تخليها بالجنينه لبين ما تيبس كليا ساعتها بيسوى انه تنشف. اذا هروا بذورها بيطلع شتول وحدهم؟ اوكي هلا البذور تبعولها نحن بدي انه بس تفتح كثير الزهره وتبلش تعطيني البذور نشوف البذور تبعها الافضل انه تنشال الزهره لحتى كل شيء يعني مثل النعنع وقت اللي بتبلش تزهر مع او الحبق بس تبلش تزهر معناتها بتعطيني ورق اقل. ونفس الشيء هون وقت اللي بتزهر كثير بتعطيني البذر كثير بتصير بخف كميه الازهار يلي بدها ترجع تطلع بعدين. فاذا انا اذا قبل ما تنشف يعني اذا طلعوا البذور وفتحت وبعدها منا منشفه مزبوط بيسوى انه تنقص لحتى نفسح مجال لازهار جديده انها تطلع والا مثل الحبق والنعنع رح تخلي الراس يلي هو عاتب بذور ومثل ما قلت رح ينكبوا بالارض وممكن انه يفرخوا يعطوني نبته جديده بس بنكون استغنينا عن الازهار بهيدا الموسم. اي متى بنزرعهم؟ بنزرعهم عاده ببدايه الموسم يلي هو شهر اذار. اول سنه ممكن انه ما تعطي لحتى السنه اللي بعدها تبلش تعطيني زهره كامله نبته كامله لحتى تزهر قديش تكبر؟ هلا هذا هو حسب الفرايتيز الفرايتي او النوعيه اللي معي هيدي هي الحجم تبعها. الحجم الماكسيموم يلي بتوصل لها هي الحجم يلي بتوصل له من بعد الزهره. الفرايتيز او الانواع يلي موجودين بالانيزوغوزانتوس هن 11 كبار وبعدين بيتفرع منهم كمان سب فرايتيز او سبيشيز اصغر منهم اللي هن حسب اللون حسب شوي التكستشر تبع الزهره والى اخره. في غير الوان؟ ايه في غير الوان وبتوصل ايام عم تسالني على الحجم بين هي 30 سنتي لحديد الاقل من متر بشوي 90 سنتي. هدول هن ال 11 فرايتي حسب شو هو النوع ممكن انه تعطيني اياه. هون نرجع نذكر بالالوان جوزيف يلي هن مثل ما قلنا بيبلشوا من اللون الاصفر للاورانج للون الاخضر الفاتح كمان بالازهار الزهر الاحمر فاتح بالزهره ايه بالزهره بتعطيني لون يلي هو اذا بدك شوي هالاخضر يلي عم نشوفه بيضل عليه من جوا بيغمق شوي على الطرف لانها هيك مخمليه ووصولا للون شوي على بوردو يلي عم نشوفه قدامنا. نبته حلوه كثير من النباتات يلي بنسميهم بلانت انسوليت يعني يلي عادة ما بنشوفهم دايما وعطول هيك انواع من النباتات هي اللي بتعمل فرق ان كان بجنيناتنا او حتى على البلكون. يعني بتعرفي في نباتات وازهار ما بنعرفها بس نشوفها قدامنا بصير عندنا الفكره وين نحطها بين البويات اذا في عندنا باكا فلورا او عندنا جنينه وخاصه هلا نحن بهذه الفتره اللي معتني فيها بجنيناتنا والقعده برا يعني بتكون رائعه جدا. بالصيفيه بتفضلي النباتات اللي بتكون جوا تضلها جوا حتى واحد اذا نقل من بيته على الجبل؟ اوكي سؤال كثير حلو جوزيف لانه ايه اذا كان نبته موجوده جوا اكثر خليها جوا بالصيفيه. نحن عندنا صيفيه مشوبه اذا كانت موجوده بمحل مضوى اهم شيء انه يكون بمحل مضوى يلي نباتات معوده جوا ما بدي انه ارجع اعرضها لطقس مشوب اكثر. بالعكس النباتات يلي هي بالشتاء بتكون جوا بنقدر انه بفصل الشتاء اذا ما في هواء نطلعها لبرا لحتى تاخذ ضوء اكثر
يعني بيهمني انه تاخذ ضوء اكثر بفصل الشتاء، خاصه اذا كانت نباتات من اصول استوائيه وبتحب الضوء يعني. ونحن بفصل الشتاء بخف الانتنسيتي او كميه الضوء اللي بتدخل لجوا على قلب. تنصح الانينيه اللي بتنحط وبنحطه مي بصير تاخذ تربي شوي شوي, شوي, شوي. اي اكيد هيدي خاصه اذا كنا رايحين بعطله وتركين نباتاتنا لوقت، نحن دائما بنشجع انه نستعمل هالطريقه هيدي خلال عطله فصل الصيف، خاصه يلي النباتات بتكون بحاجه كثير لمي، وبنفس الوقت نحن بدنا نتركها ونروح لوقت بتساعد انه تخلي هالنبته ضاين لعده ايام خلال هالعطله. يعني طبعا معلومات كثيره بتضل بدنا نعرفها عن جنيناتنا، شو ما زدنا من معلوماتنا. ثانكيو لك كندا، نرجع نشوفك على الرد يوم الخميس. رح افكر فيك اوكي. اصلا ما قلتي، حبيت الجمله اللي قلتيها، رح اجرب ما افكر فيك او مريم، يعني عم تفكري فيه. ثانكيو. كندا بنشوفك الخميس على الرد. لكن المشاهدين بريك ونرجع، خليكم معنا لنتابع مع ضيوفنا. وطبعا اليوم ما تنسوا زينه رح بتكون معنا باجنده وتخبرنا عن كثير من الايفنتس يلي صاروا بلبنان والعالم العربي. من أجل تربية مستدامة للطفولة المبكرة وبرعاية دولة نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حصباني، بتنظم نقابة أصحاب الحضانات المتخصصة بلبنان مؤتمر بعنوان من أجل تربية مستدامة للطفولة المبكرة. ضيفتي بالاستوديو سيدة ريتا واكيم الحاج، المستشارة الإعلامية بنقابة أصحاب الحضانات المتخصصة بلبنان. صباح الخير. صباح الخير. طبعا ريتا مش أول مرة نحن سوا بنحكي عن هالموضوع هيدا، يعطيكم ألف عافية. بالفعل المؤتمر مهم جدا، وهن بالنتيجة هن الأساس، ولادنا هن الأساس، ومن أول يوم بيخلقوا إن كمبيوتر فاضي ومنعبي فيهم، كيف نحن منعبي فيهم وكيف نحن يعني بنعتني فيهم، هيدي النتيجة بتكون بعد سنوات وسنوات من التعب مع الأهل. أول شيء خلينا نعرف عن المؤتمر ريتا، شو هو وشو بيتضمن، شو راح بصير وشو لوين هادف؟ فعلا هو المؤتمر شيء موضوع جديد من نوعه، يعني لا. اول مره يتناول هذا الموضوع بلبنان على صعيد حضانات. مثل ما ذكرت هن الاساس الاطفال، ونحن عم ناسس كمان معهم. يعني لما بنحكي عن المرحله 0 ل 3 سنين هي هيدي الباز بحياه الطفل. مشان هيك قررنا كنقابه انه نشتغل على موضوع التربيه المستدامه. اليوم في التنميه المستدامه، بس ولا مره حدا اثار موضوع التربيه المستدامه. وقت نحكي عن تربيه مستدامه ما بنحكي عن تربيه بدها تدوم، يعني تربية عم نشتغل عم نزرع هلا لنحصد بعدين. مشان هيك حبينا انه يكون مؤتمرنا تحت هذا بهذا الاطار وبهذا الموضوع. نعم. طيب شو رح بصير يعني بمحتوى المؤتمر؟ المحاضرات مين رح يلقيها؟ مين المشاركين؟ يعني وكيف فيهم العالم توصلهم او اصحاب الحضانات توصلهم الفكره بشكل صحيح؟ هو المؤتمر بيتعاون مع الجامعه اللبنانيه، سوري الجامعه الالمانيه اللبنانيه. نعم. اللبنانيه الالمانيه بالاحرى، اللي هي بساحل علما. بالتعاون معهم نحن عملنا مثل اتفاق، معاهده تعاون نحن وياهم او ام او يو مع الجامعه، لحتى كل التيم اللي بيشتغل بدور الحضانات يقدر يدرب بهذا على الـ كيف على الاسس وعلى كيف بدهم باطار عملهم من خلال الجامعه. نعم. المواضيع او الاشخاص المتخصصين اللي رح يكونوا معنا هن كلهم ذوي اختصاص، يعني عم نحكي عن دكاتره. ان كان رح نحكي عن الامراض الساريه بدور الحضانات، كيف الوقايه منها، لان تعرف اليوم الاهل بيبعثوا اولادهم وبيخافوا انه يسخنوا، لانه هيدا اليوم الافكار السائده انه عدوى وما عدوى والقصص كمان اللي بتصير. صح. دائما فنحن رح نحكي كيف ممكن الوقايه من هالامراض الساريه بدور الحضانات عبر طبيب اطفال رح يكون معنا. كمان رح نحكي اليوم عن الصحه وسلامه الطفل بدور الحضانه، كيف كمان نعمل بريكوشنز بهذا الموضوع. اليوم بصير في حوادث، ممكن يصير في حوادث، كيف فينا نتجنبها، مثل الموت المفاجئ للرضع اوقات بصير، بس هي حوادث كثير نادره انه ممكن تصير، بس رح نتناول هذا الموضوع لانه هذا بهمنا انه يصير في وقايه منه وفي توعيه عليه بدور الحضانات. كمان مع كارديو بيدياتر رح تحكي عن هدول الاشياء، عن هذا الموضوع وعن صحه الطفل بشكل عام بدور الحضانه. موضوع النفسي ما فينا ننكر قد ايه مهم، كمان رح نتناوله من خلال كمان طبيب
طبيب نفس او معالج نفسي لا. كيف يحكي عن نمو الطفل من الناحيه النفسيه والتحفيز الحسي الحركي كمان هذا رح نتناوله بهذا المؤتمر. يعني في كثير اوقات نحن بنقول التاثر بيكون فينا بالبيت بطريقه تربيتنا وكيف نتعامل مع الاولاد، ولكن هن بيقضوا وقت بهالعمر، خاصه هلا الام تشتغل والبي بيشتغل، واوقات الجدي يعني مش فاضي لانه تكون موجوده، اللي افضل يكون مع جدي، بيروحوا على دور حضانه، وهالدور الحضانه ممكن كمان تلقمهم افكار تختلف او بتعارض افكارنا. قديش لازم يكون في ترابط هون بين افكار الاهل وافكار المسؤولين عن الحضانات واللي عم بيربوا الاولاد هونيك بهالوقت؟ هيدي مضطرقين له بهالموضوع، يعني التواصل بين الحضانه والاهل بالبيت ليطلع التربيه موحده بين الميلتين. يعني اكيد هو دائما الاهل هن ابديتد بموضوع شو عم بيصير، شو عم بيسمع اولادهم او شو عم بيتعلموا بدور الحضانه، لانه اليوم دور الحضانه صارت تعليميه، يعني صرنا محل مش بس بيبي سيتينج، محل بيتعلم الولد اشياء ليتطور ويتحفز دماغه وتطوره الحسي الحركي والنفسي من كل النواحي. يعني عم بيتطور الولد بدور الحضانه وعم بيتعلم. من هالمنطلق الاهل اكيد رح يكونوا مطمنين انه اولادهم بمكان امن، بمكان عم بيتعلم فيه، عم بيتعلم الاسس السليمه يعني لحتى ينمى فيها. واكيد في تعاون مستمر، وفي كل يوم بيكون في تقريبا ريبورت. هلا صار في حضانات بتحط كاميرات موصوله دغري عند الام او عند البي، في يشوفوا ابنهم كيف عم بيتعامل كل نهار، شو عم بيعمل، نايم فايق، عم بيلعب، عم بيتعلم، كل هالامور هيدي كمان فين يراقبوها. ودائما نحكي نحن بعالم صبعا كيفيه اختيار الحضانه المناسبه لاطفالنا. يعني في هل بعد عندنا بلبنان حضانات غير مناسبه برايك؟ في بعد، بس عم بيصير في مراقبه اكثر. يعني بخلال هالسنتين اللي مرقوا ما عدنا سمعنا بحوادث بدور الحضانات. ليش؟ لانه صارت وزاره الصحه بالتعاون مع النقابه عم تشرف على هالقطاع يلي صار في عدد حضانات كتير كبير بلبنان، لحتى يصير في عندها رخصة ويكون عندها الشروط، تستوفي الشروط المضبوطة القانونية والسليمة لحتى تكون تقدر تستقبل الأطفال. عم بيصير في مراقبة ومتابعة من قبل وزارة الصحة، ولما بتكون هالحضانة مرخصة ساعتها تلقائيا فيها تكون تنضوي تحت راية النقابة، يعني تكون تحت مظلة النقابة، ونشتغل نحن وياها على تطوير القطاع. يعني توصية كيف رح توصل للأهل وكيف رح توصل لكل الحضانات؟ هل الكل مدعوين للمشاركة أو مضطرين يشاركوا بهالمؤتمر؟ أكيد هلا هن لأنهم أعضاء بالنقابة، يعني كل الحضانات يلي منتسبين للنقابة هن مدعوين يكونوا موجودين معنا مع فريق العمل لحتى يستفيدوا من هالمعلومات الجديدة والحديثة والمتطورة. وهذا نوع من الخدمة اللي بتقدمها النقابة مجانية للحضانات، فهن تنتبعهم ونساعد ببلورة هالقطاع بلبنان. طيب عم تقولي لنتبعهم، يعني هلا التوصيات اللي رح تطلع من هالمؤتمر رح بيكون في رقابة دائمة من قبل النقابة للحضانات المشاركة والمنضمين لها؟ أكيد أكيد نحن دائما بمتابعة دائمة للحضانات اللي معنا بالنقابة، ولما بيجوا هن بمجرد ما حضورهم على المؤتمر عم يستفيدوا من هالمعلومات هيدي، والتوصيات الأهل كمان بيقدروا يجوا يحضروا. يعني نحن فاتحينها للأهل يلي بحبوا، بس هي اتس بيسكلي بروفيشنال، يعني للأشخاص يلي بيشتغلوا بقطاع الحضانات. بس مش غلط إذا بتتعرفوا على حضانة إذا مناسبة لكم أو لا، وشوفوا شو عم بصير بالحضانات، إنه تتعرفوا كمان كيف كيفية العمل والشروط المستوفيات اللي بتكون موجوده بكل حضانه. لا اكيد هيدي نحن اكيد هيدي نحن لحتى نقبل الحضانه بنكون عارفين اذا بنروح بنزورها للحضانه وبنشوف اذا كانت مستوفيه الشروط. مدام ريتا ايمتى المؤتمر؟ المؤتمر نهار السبت هيدا ال 28 شهر بجامعه الجامعه اللبنانيه الالمانيه بساحل علما من الساعه 10 للساعه 12. من 10 ل 12، والمطلوب المشاركه واللي بحب من الاهل في يتفضل طبعا ويشارك. يعني اهم شيء يعني هاي مبادرة حلوة من النقابة، وعلى أمل توحيد الحضانات كلها تحت نقابة وحدة، هيدا المطلوب بلبنان، لأنه الاهتمام بأطفالنا هو اهتمام واحد، فينا نكون مع بعضنا إيد وحدة بنكون أقوى مثل ما بيقولوا، ليكونوا كل الحضانات بيشتغلوا مصلحة وحدة، ليكون أولادنا هن مستقبل الوطن، هن مستقبلنا، ليكونوا بالطريق الصح. هل ما معلش حسأل سؤال برات الموضوع شوي، أنت حضرتك كأم مدام ريتا وعم تشتغلي بهالمجال هيدا، بتفضلي التربية بالبيت على أنه يزور الحضانة ولا لا؟ الحضانة فيها انفتاح على الآخر وعلى الأطفال التانيين. كان حلو سؤالك. أنا هلأ يعني فيني أقول من نتيجة شغلي أو تعاطي مع الحضانات بقدر أقول بكل ثقة أنه أكيد أنه
الحضانة هي أهم من البيت للولد. نعم. دولوا يعني لأنه الولد بالحضانة أنا بأمن أنه هو محل سليم، أكيد بدي أتأكد أي حضانة. نعم. بدي أروح أسأل كأهل، كنت سألتني هذا السؤال كيف بيعرفوا يختاروا الحضانة، بدهم يروح يزوروا هالحضانة يشوفوا هل هي محل آمن سليم، يشوفوا مين بيشتغل بهالحضانة، هل عندهم أكيب متخصص. نعم. كفو لحتى يقدر سلمهم أغلى ما عندي. بس نتيجة الدراسات الحديثة أكيد يلي بتفرج أنه الولد يلي بيكون بدور الحضانة عم بياخد الأساس عم تنمى شخصيته مثل. نعم. ما قلت عم ينفتح عم بيكون سوشيبل أكتر، أكيد بحط أولادي بدور الحضانة لو ما كنت عم بشتغل بدون وهذا تردد. صار في بدون تردد، وهلأ صار في هذا الوعي حاليا الأهل من الأمات أنه حتى اللي ما بتشتغل صار. نعم. عندها الوعي أنه أنا بحطه بدور الحضانة لأنه هنيك بيصير في ستيميليشن لدماغه للتطور الجسدي. نعم. النفسي كل شيء بيتعلم يندمج بالمجتمع. صحيح. بيوصل على المدرسة محضر منه مستغرب منه ما بيخاف، بصير يلقط أسرع كمان لأنه هذا الجو مش غريب عليه، والآي كيو بيصير أعلى عنده يعني الولد. نعم. من أي عمر ينصح؟ بعد السنة، سنة وشهرين. نعم. للسنة ونص، من بعد ما يكون أخذ كل الفاكسينيشن اللي لازم يأخذها الولد وقويت. نعم. مناعته شوي، نحن ريكومندد أنه يعني منقول أنه لازم يكون بدور حضانة. نعم. الولد. مدام ريتا تانك يو لك، بنذكر أنه المؤتمر رح بصير بالال جي يو بالجامعة اللبنانية الألمانية بمنطقة ساحل علمة يوم السبت القادم بعد 3-4 أيام. بالتوفيق لكم، ونشوف كل شيء جديد دائما تخبرونا عنه وتتواصلوا معنا طبعا بعالم الصباح. ميرسي كثير لكم العالم الصباح. ثانك يو. بريك ونرجع بعد البريك رح نكون مع الشيف او الشيف وين راح فل ولا بعده ما هيك بعد البريك. ما في شيف يعني عن جد هيئة الشيف راح، ما بدكم تمروا عند الشيف، بس في ريحة كيك. لحظة خليكم معي لحظة. ايه خليكم زينة. اوكي هودي سخنة بعد الشيف راح سخنة، فينا نبلش. اللي بيترك رزقه بيضل السايق. شوفوا يامي شكلها طيبة عن جد، بدنا نشكره بس اكيد للشيف لانه هلا بناكلهم بعدين بنشكره. ريحة طيبة كتير كثير طيبة الريحة. شاف خليني احديك هيك خشط خليهم هون زينة. كنت عم بحكي عن العقل الباطني subconscious يعني من جوا بذاك ما بعرف شو بسموه كمان يعني العقل الباطني بس فكري بتعرفي ايه بتعرفي تسميته فهمتي علي انه ايه شوي شوي بس تفكري بعقلك الباطني بقصص سلبية او ايجابية ايه بتصير معك بالحياة ايه الإيجابية السلبية دايما بتصير بس الإيجابية لا الإيجابية أكتر يعني مثلا أكتر ما بتصير لا بالعكس أنت بتجذبها لألك يعني إذا فكرت فيها أنت بتجيبها لعندك صح. حتى إذا كنت عم بتفكر بشخص معين مثلا لتسي عم فكر فيك جوزيف وأنت عم تفكر فيه بس أنا أكتر ممكن تدقلي بنفس الثانية اللي أنا عم فكر فيك فيها يعني أنا فيني أجذبك بطريقة تفكيري وتركيزي على الشخص يلي بدي احكي معه او يحكي معي على امل نجذب فارس الاحلام لزينة. انا يعني انجذب ولا لا ما بعرف بعده بدنا الحقيقه زينة نحن مشغول بالنا عليك ولا شو ما في نو كومنت فاذا نحن هلا فري وناطرين فارس الاحلام زينة ناطر فارس الاحلام ولا لا انه ايه بطريقة معينة بس فارس أحلام مناسب بده يمرق من خلال يعني بده يمرق بعمل تيست كذا الوضع ندرس له أخلاقه مصبر. وبعدين بناخد الموافقة صحيح صح أكيد. طيب نحن وياكم مع أجندة وزينة. طبعا زينة كل يوم تنين الساعة 9:30 بتلتقوا فيها بالليل بأجندة وبتخبركن بشكل توسيعي كبير عن كل شيء حدث عم بصير بلبنان والعالم العربي وبعالم الصباح يوم الثلاثة هيك مقتطفات طبعا من مرقة معكن مع زنزون. أكيد أنا بدوري بدي وجه لك تحية كتير كبيرة لإلك جوزيف وكل المشاهدين يلي عم بتابعونا وكمان أجندة يلي دايما أوقات كتير بصادف ناس بتعرف بيجوا بيسلموا علينا وبحبوا تلفزيون مستقبل وبيبدوا أعجابهم بأجندة لأنه بيعرفهم على كل شيء جديد عم صحيح فمشان هيك نحن اليوم عنا عدد من الفقرات المتنوعة رح نبدأ مع افتتاح محل كتير مهضوم كان صار الافتتاح تقريبا من أسبوع
الأسبوع بالأشرفية، افتتاح محل للشوكولا للكوكيز لسيسوبيل طبعا مع شركة ألفا، هالشركة يلي دايما بتدعم أكثر المؤسسات والجمعيات الخيرية يلي تعنى بمساعدة الأطفال أو المسنين أو المحتاجين بشكل عام. لكن هيدا المحل عن جد لازم تروحوا تزوروه بمنطقة الأشرفية. هلأ رح نشوف تفاصيل بتعرفوا عنه أكثر. هذا جزء من ألفا فور لايف، ألفا من أجل الحياة، اللي تعودنا عليه كل سنة عم نطل بكذا مناسبة مع كذا جمعية نتعامل معهم. هاليوم مع سيزوبيل الفكرة انطلقت من أنه سيزوبيل واحدة من النشاطات اللي بجيب لهم مدخول مادي هي صناعة الشوكولا والبسكوي، وعندهم بوتيك موجودة بمنطقة الأشرفية. بقى كانت الفكرة أنه نجهز البوتيك بطريقة كتير موديل، نطورها، نغير لها الديكور وديزاين تبعها لتتناسب مع أذواق الناس تبع اليوم، حتى تلفت نظر العالم والناس يفوتوا يشتروا. يعني الفكرة الأساسية من الموضوع كله والمشروع كله أنه بدأ نأمن دخل أو إضافي أو ثابت لجمعية سيزوبيل حتى يبيعوا الشوكولا أو البسكويت اللي عندهم، حتى يقدروا يوقفوا أجريهم بالمواضيع اللي هني بيهتموا فيها، خصوصا الشباب والصبايا اللي عندهم إحنا نسميهم ذوي الإرادة الصلبة اللي بحاجة لدعم مادي. بأي شيء ممكن إحنا نعمله أو حدا غيرنا نعمله بيكون كتير مرحب به. والمرسي لمستو حايك ولكل فريق عمل ألفا يلي سمحوا لنا انه يكون عنا وسيلة لتصريف انتاجنا لنقدر نبيعه، وسيلة كتير مودرن وفريدة من نوعها. والحلو انه هالانتاج هو من انتاج مشاغل شبيبتنا المصابة بإعاقة. كلكم بتعرفوا انه سيزوبيل بيهتم باكتر من 2200 ولد وشاب وصبية، وبيشتغلوا كمان بهدول المشاغل امات الولاد. يعني عم نعمل مثل ما بيقولوا عصفورين بحجر، نساعد الولاد ونساعد المؤسسة تضل مستمرة بخدمتهم. وهيدا من القلائل المؤسسات، وأنا دايما كنت أقول لألفا أنه يحسوا معنا، يشوفوا وين حاجاتنا ويشوفوا وين أولوياتنا ويدعموا محل ما هي الحاجة. يعني سيزوبيل سباقة بالميدان الاجتماعي وخاصة بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة. اليوم عم تطور مقاربتها لهذا الأمر بطريقة كتير جميلة، وبتقدر من خلالها تساعد أكثر، ودخلت العائلات الأطفال ذوي الحاجات الخاصة أنه يكونوا شركاء بهذا العمل عبر هالمحل الحلو اللي شفناه، على أمل أنه كل الناس تحظو حظو ألفة بهذا الموضوع، تقدر تخلق شبكة من المساعدة الاجتماعية، تقدم بالمكان الصح، تطور عملها الاجتماعي، لأنه هذه مسؤوليتنا كلنا سوا. ألفة الحقيقة ما عم جامل سباقة دايما بهذا الموضوع، وهذا مصدر سعادة لإلي وللوزارة أنه عم نساعد بالمكان الصح. إذن بنرجع لمتابعة أجندة من بعد ما كنا مع افتتاح داليس داليس بمنطقة الأشرفية وبدعم من شركة ألفا. راح نتابع وننتقل هالمرة لمهرجان للرقص المعاصر بايبود يلي صار بدي بيروت، وكان أكيد جمع عدد من محبي الرقص بشكل عام، الفن بشكل عام. كان في عدد كبير من الشخصيات. طبعا هذا المهرجان بيصير تقريبا كل سنة، وراح نعرف أكثر تفاصيل عنه لننتقل ونشوف كيف كان وشو صار بهذا المهرجان.
هلا اللي انا موجوده بدي بيروت محل ما حيحصل المهرجان على 3 جماع، هيدي الدوره ال14 لبايبود بيروت انترناشونال بلاتفورم اوف دانس اللي منظم عليه فرق من كل العالم يجوا يقدموا لنا الشغل الحلو تبعهم على المسرح هون ببيروت. كتير مهم المهرجان، مهم لأنه بالنسبة للجمهور، مهم لأنه نحن المهرجان بلشنا من 14 سنة، كان مهرجان صغير وكبر كبر مع جمهوره، وهذا الشيء كتير كتير حلو. عم نستضيف فرق من إسبانيا، من النرويج، من إيسلندا، عنا فرق عربية كمان لبنانية، وعنا كمان فوكس إيطالي بالمهرجان مع 5 فرق جايين من إيطاليا. دي بيروت اكتشاف صراحة، وهذا المحل بتمنى له بيج سكسس لأنه محل فيه يستقبل إيفنتات كتير، ونحن كتير مبسوطين بوجودنا بهذا المكان. إذن هيدا إيفنت الثاني اللي هو مهرجان بايبود ببيروت. صحيح. شو عنا شي تالت؟ هلا رح ننتقل لزيارة قام فيها مؤسس شركة ريزينج كينز، وهي محلات بالأحرى يلي هالمحل فتح مؤخرا بعدد من الأماكن أكيد بالعالم. المصدر هو من أمريكا. تود غريفز إجا على لبنان، وطبعا حبينا أكثر نتعرف على الشركة من خلال هيدا الروبورتاج يلي هلا رح نشوفه سوا. Well, you know, this has been a passion of mine and really my dream since I was a college student. And, you know, you're a college student, you write a business plan, and the teacher tells you it's a bad idea, it'll never work. You know, that every day when I come out in new openings now with almost 400 locations around the world, you know, it just gives me great pride to be able to grow something that's truly great. And it's great being able to open in areas that are so interesting and culturally rich and diverse as a place like Beirut, Lebanon. Right? You know, for me, it's like I've grown up eating Lebanese food. I've known Beirut. I know Beirut's cosmopolitan. I know Beirut's a lot of fun. And I love food, right? And people from Beirut love food. So it's just nice to be part of this community. You know, I think it's the blend of quality chicken finger meals, because we absolutely have, I believe, the best chicken you can get. And so we start with the chicken tenderloins, which is actually the two that are going on the breast of the chicken, and it's the most juicy part of the chicken. But as we take that, we marinate it for 24 hours, or we use the best, highest quality fries, our sauce is made fresh in-house every day, our lemonade squeezed fresh daily, our tea is brewed fresh. So it's all this highest quality meal, but then it's our people. Our people are friendly, we believe in positive motivational management, let's have a good time while we're doing good service. So I get as much compliments on my chicken as much with the people, you know, our crew. They say our crew is so friendly. So it's that, and it's also giving back to the community. So it's being involved with the community and being giving back. So all those things together make it be a real successful. And that goes anywhere around the world, people resonate with that. That's what we're working on now. So I was actually looking around the town today, you know, the city over the last, this past week, and looking to expand. So this worked out in the spot mall because there was a good location available. And what we like to do is go in, establish in a location, and then to get, you know, when people start eating it and liking it and spreading the word, then growing out around. So that's what I've been here, looking at other locations. Mm-hmm.
What do you think about Lebanon? Oh my gosh, I love it. You know, it's so fun. So I mean, even like the rock, I've seen this image, this beautiful rock with the Lebanese flag on the top. I got to ride a boat through the middle of it. You know, I went down and I was like, I want to ride in one of those boats. They drive crazy too, by the way. You see them going on? I was like, whoa. He didn't listen. He scared me. But I got to take a boat, like a Phoenician, up to Byblos. I went up there and looked and saw everything. And so I got to see, you know, the grand blue mosque there and how beautiful that was. And I got to go down the square to the clock tower. You know, all those different things were just, it's just great, right? And so then the food here is incredible. So I mean, I literally went to all these mom and pop places yesterday with Anthony, this great blogger. And so he took me. I was like, I want to see the real stuff. So I got to do all that. And even I went to the fine dining things like M. Sharif. And I went on the coast and had some fantastic fish in here. And so I like culture, music, ants, friendly people, liking to have a good time. And that's what, you know, that's what Beirut is. If you want to tell our viewers something about Raising Cane's, what would you like to say? You know, we have one love, and that's quality chicken finger meals. And so I want you to come out and try it. I believe it's exceptional chicken. And, you know, I think the Lebanese people are foodies like I am. I think they'll like it. You have to let me know if they do. And I'm very proud to be here and part of this community. I really appreciate the acceptance that we've gotten, that people like us. And so, you know, we're not some corporation. This is my baby. You know, I'm the owner of the company with my teams, and I founded it. And I'm here doing this, you know, 20-something years later. And so it's a pleasure being here. It's been very welcoming. إذن بدنا نقول لكل المشاهدين أنه Raising Cane's هو موجود بشويفة مول. نعم. وكانت مقابلتنا كتير مهضومة مع تود غريفز يلي هو صاحب ومؤسس هالشركة. لهون بكونوا خلصوا فقراتنا لأجندا لليوم، على أمل نتلاقى الأسبوع الجاي طبعا مع فقرات جديدة متنوعة. طبعا تابعونا كمان على إنستغرام جوزيف أندرسكور حويك. جوزيف أندرسكور حويك HOAYYK يعني HOAYYK أو على agenda.com أو على زينة جامبي كلمة واحدة على إنستغرام. نعم. وأجندا أون فيتشر تي في على الفيسبوك. أنا متابعك وين ما كان. خلاص على كل صفحاتك. وبعدين نحن عندنا ديت أنا وزينة نهار السبت، ظاهرين سوا نتعشى سوا. خلاص كثير منيح، اتفقنا. خلاص دايما ديل. أوكي ديل. أوكي. نحن وياكم عند ما في ديل معك خيي، ما في ديل. ما سافرت معك 3-4 أيام رجعت ميقص. ما سألتكم عن السفرة، أكيد كانت حلوة. ما ميقص انه لا طعميتني ولا اهتميت فيي ولا شيء. كان بالك تروح تعمل شوبينج وتجيب اغراض لمرتك وبنتك. انه ماشي انا مسافر معك خي اختفى. وين كنت تختفي دخلك 17 ساعة وانا ناطر ناطر ناطرك؟ ما رحت. وين كنت تروح؟ مرتك معك خبر انه كنت هالقد تغيب؟ هلا انت هي مأمنة فكرتني معك عم تخبرها. طيب سمعتينا علا؟ بس انه انا ما شفته 4 ايام ما شفته. كنا مع اولاد العم والاصحاب وكذا، والشاف ما بعرف وين كان. ليش احمرين؟ عم بمزح شيف، عم بمزح. لا ما احمرين. عم بمزح يا شيف. ورشه ملح مع الشيف حسين. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. لكن باول فقره من فقرات رشه ملح انا وياكم حضرنا البسبوسه بالتمر، بس البسبوسه بالتمر كتير طيبه. خلينا نروح نشوف انا وياكم البسبوسة قبل ما نكفي باقي وصفاتنا. طبعا هون مشاهدينا بعد في عنا وصفتين، والوصفتين بالدجاج. بعد في عندي دجاج بالبرتقال وايضا صاجية الدجاج بالكاري. هول هن لكان وصفاتنا مشاهدينا لليوم. خلينا انا وياكم نحكي شوي على البسبوسة. هاي البسبوسة طبعا لكل المشاهدين انضموا لنا هلا، كيف حضرنا البسبوسة؟ حطيت انا بالخلاط الكهربائي زبده بالاضافه للسكر، حطينا سكر وحطينا بيض. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشه، لكن سكر، بيض، تمر مطحون، وايضا حطينا من الفانيل. خلطتهم كلهم مع بعض. بعد ما حصلت على خليط جبت الطحين، طحين الابيض، وايضا جبنا السميد. ضفت الطحين والسميد فوق الخليط مع الزيت النباتي والماء. هاي المقادير اللي عم نشوفها على الشاشة ما فيها سميد، بس ضيفوا انتو ضيفوا لها كوب من السميد لهيدي المقادير. لكن
حضرنا الخليط، ضفت السميد، ضفت الطحين، ضفت كل المكونات، خلطتهم مع بعض. جبت صينية، هيدي الصينية مثل ما عم بتشوفوا أنا دهنا مشاهدينا بالطحينة، لكن دهنتها بالطحينة وسكبت فيها الخليط البسبوسة، وحطيت على الوجه من اللوز، فوتهم على الفرن على حرارة 180. خلينا نجي الوصفتين الرز، عن الوصفتين للدجاج مقدمهم مع رز، لكن رح حط طنجرة على النار في بقلبها زيت نباتي، رح حضر رز أبيض، لكن زيت نباتي، عندي رز هندي رز أبيض، ضيف الرزات، طبعا هول الرزات بنخلطهم مع بعض، بنرجع بنضيف لهم مي مع رشة ملح، لكن هول الرزات. أما هلا أنا رح جيب مشاهدينا للدجاج، رح أقطع الدجاج بشكل كيوب، قبل ما نرجع لعند جوزيف، رح أقطعهم بهالشكل، خلينا نشوف، لكن رح أقطعهم وحضرهم بهالشكل، وبآخر فقرة أنا وياكم رح نتبل الدجاج ونطبخهم، وهلا بالعودة لإلك جوزيف. طبعا أنا بدي أحيي كل مشاهدينا بفلسطين، طبعا قد إيه عبرونا التقينا فيهم بسفرتنا وعبرونا عن محبتهم لبرنامج عالم الصباح، وطبعا صدقهم وولائهم لهالبرنامج بالتحديد. أنا كمان بحييكم من عالم الصباح وقلب كبير لألكم ولكل مشاهدينا طبعا بالعالم العربي، بسوريا، بالعراق، بليبيا، بتونس، بالمغرب العربي، بالمملكة العربية السعودية، بالكويت، وكل المناطق يلي بتبعنا، على امل انه دايما نكون عم نعطيكم اللي انتو بترغبوا فيه. لحظات مع البريك، وبعدها منعود للمتابعة. تجمع القلب كفرة. ما تنسوا تتواصلوا معي عبر صفحة فيسبوك عالم الصباح، الأمور يلي بتصير معكم بتفكروا فيها بالعقل الباطني قدي بتتحقق بالحياة، وانتبهوا دايما تعملوا كنترول ورقابة على تفكيركم بالعقل الباطني، انه يكون الأمور إيجابية لتتحقق بإيجابية. الأشخاص اللي بتكون إياها قريبين منكم كمان فيكم تفكروا فيها بإيجابية، دايما التفاؤل والإيجابية بجروا بعضهم، ونفس الشيء التشاؤم والسلبية والتعاسة بجروا بعضهم. بقى هيدي الموضوع لازم تنتبهوا له منيح وتعملوا كنترول عليه. بعد شوي بنقرا بعض الكومنتس اللي بعتوها طبعا، اللي هن كتير كتار، عبر صفحة فيسبوك عالم صباح. أما هلأ بننتقل لتجمع القلب كفرة، هو تجمع شبابي بيسعى لعمل فكري ثقافي إنمائي اجتماعي من أجل تحقيق المصلحة العامة والخدمة الاجتماعية لبناء مجتمع مدني. أهداف التجمع هي تنموية اجتماعية ثقافية فكرية، تسعى بشكل عام لإنجاز كل ما من شأنه المساهمة بتحقيق مصلحة البلدة بجميع المجالات والميادين من خلال سلسلة نشاطات ومشاريع رح نحكي عنها اليوم. وبنعمل على إذكاء روح التعاون والتضامن والمشاركة والمساعدة بين أبناء البلدة، ونشر ثقافة العمل الجماعي والتطوع بين أبناء البلدة. ضيفتي بالاستوديو سيدة علياء بدر نعمي، مديرة التسويق بتجمع القلب كفرة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، يعطيكم ألف عافية. علياء، طبعا يعني المبادرة رائعة، يعني هذا الملخص اللي قلته عن تجمعكم كمان رائع، مبادرات فردية عم بتكون ونشاطات ناجحة كتير بمنطقة بجنوب لبنان، منطقة صحيح. كفرة اللي عم تخلوها تعيش بشكل أفضل من خلال هالنشاطات هيدي. شو هو هالتجمع؟ عارفين عنه أكتر بطريقتك الخاصة. صحيح، مثل ما ذكرت جوزيف، التجمع هو تجمع شبابي، هو بالأساس جروب شباب وصبايا حبوا يعملوا نشاطات منوعة بهيدي الضيعة. نعم. نشاطات طبعا لبث الفرح بين الأهالي، وكمان نشاطات ثقافية وعلمية وإنمائية بالضيعة. نعم. بهيدا الإطار صاروا نشاطاتنا بتتضمن من الرياضة للثقافة للإنماء. نعم. يعني بتشوف انه نحن عم نشتغل على كذا صعيد. قد ايه عمره التجمع جديد قديم؟ تقريبا سنه ونص عمره التجمع، نحن بحدود ال 30 شخص من اختصاصات مختلفه بهذا التجمع لحتى نقدر نشتغل على كذا صعيد. وقت نقول مبادرات فرديه، يعني حتى المساهمه الماديه عم بتكون بشكل فردي من اشخاص ومن السبونسرز، يعني بعد ما في انه مثل جمع تبرعات او كذا للقيام بالنشاطات. صحيح، نحن مبادراتنا فرديه وتمويلنا فردي حسب النشاط شو بحاجه لتمويل، بنتوجه لاشخاص، بنتوجه ايام لمؤسسات لسبونسرز، وباغلب الاحوال بيكون كمان التمويل فردي اذا
إذا كان بحاجة لهذا الشيء. وطبعا غير التمويل المادي في كمان الشغل على الأرض بيكون من أفراد بفريقنا بكل المجالات. يعني إذا كان المشروع بيتضمن شغل خاصه بالإعمار، خاصه بالترتيب، خاصه بالثقافة، بيكون في عنا جروب بقلب من التجمع بيهتم بهذا المشروع. نعم طبعا مع اختلاف التخصصات مثل ما ذكرتي والاشخاص، يعني بيكون في نشاطات متنوعه طبعا. قبل ما نحكي عن النشاط الحالي اللي هو هلا عم تحضروا له واللي هو تم افتتاحه ولا بعد المكتبه قريبا جدا خلينا نحكي شو صار نشاطات لحد هلا معكم، شو عملتوا، شو تقدم بمنطقه كفرة؟ صحيح، في عندنا كان نشاطات رياضيه، من دورات رمايه، من دورات بكرة القدم، صار في عنا كمان نشاطات علمية مثل نشاط عملناه مع الكوزميك دوم، كان أول مرة بجنوب بيكون في هالإبب يلي هي الدومز، بيصير في مشاهدات لايف للمجرات والكواكب مع دكتور محمد عباس. كان في عنا كمان نشاطات وبعدها مستمرة علمية لطلاب شهادة البروفي. كمان مرق معنا عملنا نشاط كان كتير ناجح يلي هو اليوم الطبي، كان في أطباء متخصصين اجوا عملوا نهار طبي كامل بالضيعة لكل أهل الضيعة. طبعا كان هذا يعني بإطار الهدف الإنمائي. كان في عندنا كمان نشاطات مثل ستوري تيلينج للأطفال يلي هي كان عبارة عن قراءة قصص للأطفال وتوزع عليهم كتب مجانية، وهذا الشيء اللي دفعنا نروح على الشق الثقافي أكثر ما شفنا إقبال كتير حلو لهيدا النوع من النشاطات. نعم يعني طبعا تطورت نشاطاتكم ووصلت لمرحلة أنه يعني أكيد مهمة الخطوة اللي حتقوموا فيها هلأ واللي هي مكتبة عامة موجودة بقلب المنطقة، وضروري نرجع نعمل إحياء للكتاب وين ما كان بكل المناطق اللبنانية. يمكن مع تطور السوشيال ميديا والإنترنت شوي عم ننسى الكتاب وعم نبعد عنه، وجربوا بعض المدارس أنه يتبعوا الآيباد كمحل الكتاب، أكيد التواصل يختلف من التواصل مع الكتاب. كيف إجت الفكرة وشو رح يكون النشاط بالتحديد؟ المكتبة عبارة عن شو؟ اجت الفكره من بعد نشاط اللي كان قراءه القصص للاطفال، كان الاقبال اكثر من رائع، فاجت الفكره انه نحن نعمل نشاط يكون مستمر، ما يكون نشاط نهار واحد ونرجع نتفرق، يكون نشاط دائم بالضيعه لدعم الثقافه لكل الاعمار وكل الاطياف يلي ممكن يحبوا يقروا كتب اطفال، ممكن يقروا كتب ثقافيه، ممكن كتب سياسيه، او كمان للطلاب يلي بحاجه لمكان يعملوا فيه ريسيرش لجامعاتهم او مدارسهم. نعم فاجت الفكرة هيك انه نحن نخلق هيدا الشيء، نخلق هيدي المساحة. يلي عملناه انه عملنا نواة بقلب الفريق، اشتغلنا على التمويل، اشتغلنا على كمان الشكل يكون الشكل كتير ملفت ونجذب العالم ليرجعوا على المكتبة ويفوتوا يكتشفوا شو في كتب بقلبها. وكان في مبادرة انه نحن الكتب بنفضل انه ما نشتريها بل تعتمد على التبرع. نعم. لحتى للاشخاص يلي هن بحبوا القراءة والثقافة يتبرعوا كمان، يعني يرجعوا ينشروا هيدا. نعم. هيدا الشيء. القراءة بصير داخل المكتبة ولا في واحد ياخد كتاب على بيته بخلصه بيرجع بيبدله، هيك بتصير؟ هلا ممكن القراءة داخل المكتبة، وطبعا كل شخص بده يكون عنده library card يلي هو كمان البطاقة يلي بتدخله على المكتبة، في access card electronic. نعم. هي نفسها بطاقة المكتبة، بيستعير الشخص الكتب لمدة معينة وعدد معين من الكتب، لما ينتهي من قراءتها بيرد على المكتبة وبيقدر يستعير غيره. نعم. كيف جمعتوا الكتب؟ من وين جبتون؟ هل كانت تبرعات لعالم المبادرة كتب حطتها عندكم، ولا في مواضيع معينة ركزتوا عليها؟ عم تقولي في ريسيرش رح بتصير كمان للطلاب الجامعات فوق يعني. صحيح صحيح. نعم. هلا نحن ركزنا على فكرة انه الكتب تكون متنوعة لحتى لنرضي كل الأذواق وكل الأعمار. نعم. فبهذا الإطار توجهنا لكل الأشخاص اللي هن محبين للثقافة عبر مواقع متعددة، وهن اللي تبرعوا لنا بكتب، يعني الأشخاص يلي بدومين معين طبعا بكون أكترية كتبهم من هذا الدومين. فصار عندنا لحديت هلا تقريبا 3200 كتاب متنوعين جدا. في طبعا افراد تبرعوا لنا وفي مؤسسات ومكتبات. بذكر منها اخر شيء النشاط يلي صار مع الفيرجن امبارح باطار اليوم العالمي للكتاب. الفيرجن كانوا عاملين لنا شهر كامل من التبرعات، فتحوا التبرعات بكل فروع الفيرجن للقلب كفرة،
واللي صار انه امبارح كان الاستلام الكتب اكثر من 600 كتاب متنوعين استلمناهم امبارح بهذا يعني بهذا انا بس الفكره انه للتواصل معكم اذا حدا عنده مجموعه من الكتب مجموعه من الكتب بحب يتبرع فيها او يحطها عندكم بعده سير اكيد اكيد نحن الافتتاح بده يكون بعد يعني تقريبا بعد شهر لحتى نحن نقدر نجمع هالكتب بهذا المكان في ممكن التواصل معنا على عبر الفيسبوك على صفحه القلب كفره وممكن كمان عبر رقم التليفون يلي هو 81-869-594 ممكن التواصل معنا لتبرع بالكتب نعم يعني طبعا حتى لو افتتحتوا المكتبة يعني انتم فيكم كمان بقى تستقبلوا كتب جديدة ترجعوا تفرزوها هل رح بصير في فرز لكل موضوع مواضيع الكتب ليكون في الاكسي فسيل يعني الدخول سهل لاختيار اي نوع كتاب او اي موضوع بنحب نقرا فيه طبعا هلا نحن اساس الفكره بالمكتبه انه المكتبه تكون للضيعه ومن الضيعه بهيدي الفكره المكتبه ما فيها موظفين قاعدين بقلبها في مسؤوليه بتوقع على اهل الضيعه يهتموا فيها فاللي رح يكون انه الاشخاص بفوتوا عبر اكسس كارد الكترونيك بفوتوا بيختاروا كتبهم في كمبيوتر بيقدروا يعملوا سيرش على الكتاب اللي بيريدوه لانه الكتب مصنفه يعني مقرشفه ومصنفه حسب الكاتيجوري بيلاقوا الكتاب اللي بيعزوه ممكن يقروه بالمكتبه او يستعيروه وكمان وقت يرجعوه عبر الاكسس كارد بيدخلوه بيحطوه بمكانه فلهيدا الهدف انه اضطرينا نعمل الكتب كلها تكون كاتيجورايزد يعني بسب كاتيجوريز يعني ممكن واحد يدور على موضوع عم بفكر فيه كيورد عم بفكر فيها يعمل سيرش على الكمبيوتر اللي موجود بقلب المكتبه بده شغل يتأرشفوا كل هالقصص طبعا نحن الحمد لله فريق متعاون وعم تشتغلوا على الموضوع بس لفتني الانتباه انه بمنطقه موجود المكتبه ما فيها شخص جوا مراقب يعني هن المسؤوليه عليهم وهي 24 فاتحه نعم هي من الضيعه وللضيعه فمسؤولية شباب وصبايا الضيعة الاهتمام بهذه المكتبة والمحافظة عليها وهي بمساحة الضيعة موجودة بمكان قريب يعني من كل العالم هي بنقطة محورية بالضيعة ونقطة إلى يعني المكان اللي كانت موجود فيه هن محلات كتير قديمة قعدنا يعني عمارة بطريقة معينة وخلقنا كونسبت إذا بتشوف الصور هو الكونسبت كتير أتراكتف يعني ممكن الأشخاص يصير الفضول إنه يدخلوا على هذه المكتبة يعني تصور كمان هون هي نقطة رح تكون للقاء أو للالتقاء بين الأشخاص وكمان في تسلية في حوارات بتصير في مواضيع ممكن يتناقشوا فيها بتساعد عدد كبير من الأشخاص المكتبة داخل المكتبة هلأ نحن مش داخل المكتبة في مساحة بس طبعا مساحة أكثر للريسيرش لأنه في أشخاص رح يكونوا عم يعملوا مطالعة فبدهم هدوء معين بس في مساحة مخصصة للمكتبة رح يكون فيها يعني نشاطات مثل بوك سايننج مثل بوك كلب مناقشة مواضيع معينة workshops هذه رح تكون بنشاطاتنا الصيفية بالشق الثقافي من نشاطات قلب كفرة قلب كفرة يعني هي تجمعكم إن شاء الله بالتوفيق دايما فينا ندل العالم وين كفرة يعني اللي ما بيعرف أكيد كفرة هي بتبعد 100 كيلومتر عن بيروت نطلع لها من سور من بعد أنا يعني بنفس خط أنا من بعد أنا بتجي ضيعتين بعدين كفرة قبلنا صديقين ومن بعدنا حريص طيب كفرة الأهل عايشين فيها ولا بين بيروت وبين كفرة ولا في عالم عايشين 12 شهر فوق بيشتغلوا بيتعلموا وقاعدين ساكنين بقلب المنطقة طبعا في جزء كبير من أهل الضيعة عايشين بالضيعة وطلاب جامعات وطلاب مدارس عايشين بالضيعة وفي كمان الأشخاص يلي مثلنا نحنا منحب الضيعة ومنطلع تقريبا كل نهاية الأسبوع لحتى نشارك أهل الضيعة بالمناسبات فنحنا وأهل الضيعة كلنا بنطمح يكون عنا هيدي المساحة لحتى يكون في تواصل وننشر الثقافه ما بعرف مرقوا معنا كل الصور مايا اي مرقوا كل الصور يلي يعني النشاطات تكون اللي مرقت حكينا عنها النشاط الحالي لافتتاح المكتبه بعد شهر في نشاطات عم تتحضر لبعدين طبعا نحن دائما بنشاط دائم في هلا خطه عم تنعمل للصيفيه لنعمل كالندر النشاطات هلا اول نشاط رح يكون افتتاح المكتبه وبعدين في شهر رمضان وفي انشطه متتاليه ان شاء الله طبعا انا بدي احييكم بالتوفيق لكم بالتوفيق لكل اهل الجنوب وبالتحديد منطقه كفره برافو على هالمبادره الحلوه بتمنى بالتوفيق للمكتبه يلي رح يتم افتتاحها بعد شهر ولكل نشاطاتكم نحن وياكم مكملين على مصباح خلينا ناخذ بريك ومنعود للمتابعة
ضرورة مرنوا عقلكم الباطني ليكون إيجابي دايما. حبيت كتير ريتا داغليان اللي قلتي ورح قوله بالتفصيل ومعك حق فيه 100%. صباح النور جوزيف، اشتقنا لك، حبيت موضوعك كتير لأني درسي علم نفس. من دون ما أتوسع كتير، كل إنسان إذا بيتمنى شيء من كل قلبه كل الطبيعة بتشتغل لتحقق له إياه. وكمان إذا بيضل الإنسان يقول أنا مريض وبدي موت، فعلا بصير هذا الشيء. لو كان طبعا الأعمار بإيد ربنا، بس الإنسان لازم يكون إيجابي. لو ما كان مريض، وإذا لو ما كان مريض وإذا بيقول أنا رح أشفى قد ما كان المرض مستعصي بيشفى، فما حدا يستهون بالعقل الباطن. صحيح أنه أوقات بيقولوا النفسية ممكن تقوى على المرض من العلاج نفسه يلي بيتاخد له المرض. صباح الورد، فعلا كلامك حقيقي سي جوزيف. عندي فكرة على مدار سنتين واخدي تفكيري، والآن أصبحت الفكرة مشروعة أرض الواقع رغم الصعوبات، اتحققت والحمد لله. برافو ريتا. كل شيء بيولد مع الصباح، الفرح، البهجة، حتى الحياة بمجرد إشراقة شمس. صباح الجديد تشعر أن القادم أفضل، صباح التفاؤل والأمل. أول شيء الحمد لله على السلامة، تانكيو. تاني شيء اشتقنا لك كتير، ما أحلى هتطلي، الله يحميك. أنا كتير فكر بس ولا مرة تحقق أي شيء فكرت فيه، لقلبك كل سعادة. ريتا لازم التفكير يكون عن جد إيجابي، وتبقى مصدقة تفكيرك من جوا ليتحقق بعقلك الباطني ويتحقق بالحياة الواقعية. جمال بابا، العقل الباطني هو همس الروح وتضارب الأفكار، وهو متفاوت بين الناس. نور نور نور. أستاذ بدي منك شيء ولا تخجلني، بدي وجه تحية لأمي، هي هلأ معي عن طريقك، بدي إياك تقلها أن حياتي وبحبها كتير. يا أما لنور، أنت حياتها وبتحبك كتير، يا ريت بعتي لنا اسمها. صباح الخير أحلى عالم. صباح الخير لكل القائمين على البرنامج، موضوع جدا رائع. تانكيو لألك يا نور، وتحية لأمك مني شخصيا ومنك لألك كمان. لا لا، ميار عبد الله، صباح الخير جوزيف، اشتقنا لك واشتقنا للمواضيع الحلوة، يعطيك الصحة والعافية ونهارك سعيد ونهارك كمان يا ميار. منيار، صباح الخير، اعجبني موضوع العقل الباطن، وانا من الاشخاص الناجحه ومتاكده بانه سر نجاحي هو استجابتي مع عقلي الباطني. شكرا جوزيف، مزبوط 100%. هيدي تجارب حيه قدامكم عم بتصير، ضروري تصدقوا عقلكم الباطني وضروري تفكروا فيه بطريقه ايجابيه. حياه حمص، انا بصير معي العكس تماما، كل ما فكرت بشغله بصير معي عكسها تماما. جوزيف ممكن اتواصل معك لامر ضروري؟ اكتب لي عنوان حسابك على انستغرام بليز. عن حسابي انستغرام جوزيف _ من تحت، يعني الشحطة من تحت، حويك HOAYYK. هلا بكتب لك اياه كمان على هون. هلا محمود، بس بدي لك على الكلام كتبتيه بصير معك العكس مش مزبوط، لانه يمكن بعقلك الباطني عم تفكري بالعكس، ما بده يكون التفكير سطحي، انا بده يكون بالعقل الباطني وبدك تصدق الفكره. هلا محمود، صباح الخير جوزيف، شكرا كثير على الموضوع الحلو، كلامك مزبوط 100%. عن تجربه شخصيه، تفائلوا بالخير تجدوه، وحسن الظن بالله كفيل بتحقيق المستحيل. تايكم، صباح الخير، سمعت انه هناك 10 طبقات بالعقل الباطني، وهالطبقات تبرمج داخليا وبتدخلات خارجية، هل يمكنك الحديث عن هالموضوع، كيفية الحماية من البرمجة السلبية؟ اكيد بدي اعمل سيرتش عنها وبرجع بحكي عنها، يعني ما في احكي هيك. فريال قيصر، موجود موجود لك، بس انا قلت اليوم حكيت مش عن الطبقات، حكيت عن 8 قوانين يلي بيشتغل على اساس العقل الباطني. على أمل أن يكون تفكيركم إيجابي دائما، وعلى أمل أن يكون التفاؤل سيد الموقف بحياتكم، والتشاؤم يكون بعيد عن حياتكم، والتعاسة تكون بعيدة، والألم، ودائما تفكروا بالأمور التفاؤلية. خلينا نروح نحن وياكم على صلاة السينما اللبنانية، نشوف شو في من أفلام فينا نحضرها. I have a crazy idea. Let's be honest for a minute. No matter how many times we hear, it's what's on the inside that matters. Women know deep down, it's what's on the outside that the whole world judges. ضمن الأفلام الأسبوع، الفيلم الكوميدي I Feel Pretty عن سيدة بتعاني من فقدان الثقة بنفسها، ومن بعد ما توقع بتصير مقتنعة أنها هي أحلى وأكثر امرأة قادرة على وجه الأرض، وهالثقة القوية اللي بتشعر فيها بتخليها تعيش حياتها من دون خوف. ولكن شو ممكن يصير وقت اللي بتكتشف انه مظهرها ما تغير؟ مع ايمي شومر وميشيل ويليامز. شمي شمي يا شمي يا شمي. This man, he's followed me all the way here from Boston. I'm calling the cops and I want him arrested. وثريلر انسين عن شابة بيتم وضعها بمصح عقلي حتى تصير تقدر تواجه اكبر خوف عندها، ولكن هل هالخوف هو حقيقي أو هو نتيجة تهيؤاتها؟ مع كلير فوي وجوشوا لينارد، والإخراج لستيفن سودربرغ.
My mom didn't pick up last night. Hello? It must be insane. What happened to her? A dead body was discovered. Is it hard being a writer? Well, my first book sold only... How many copies? 28. Worldwide. والفيلم الدرامي The Guernsey Literary and Potato Peel Society المرتكز على أحداث واقعية عن كاتبة بتخلق علاقة غريبة مع سكان جزيرة جيرنسي من بعد الحرب العالمية الثانية وبتقرر تألف كتاب حول تجربها خلال الحرب مع ليلي جيمس وماثيو جود. Books do have the power to bring people together. This one may work its magic. ولمحبي أفلام الرعب A Quiet Place اللي سجل نجاح كتير كبير عن عائلة بتضطر تعيش بهدوء وتتخبى من مخلوقات بتتصيد ضحاياها من خلال الصوت. البطولة والإخراج لجون كريزنسكي واللي بتشاركه بطولة لأول مرة زوجته بالحياة أميلي بلانت. The program is called Oil for Food. The UN would manage the sale of Iraqi oil and use the profits to provide humanitarian relief to alleviate the hardship. I will do anything I can to help your child. والفيلم الدرامي Backstabbing for Beginners المرتكز على أحداث حقيقية عن منسق برامج شاب بالأمم المتحدة بيكتشف بالصدفة مؤامرة حول احتياط النفط بالعراق مع ثيو جيمس، بن كينغزلي وجاكلين بيسي. You know, it's very dangerous for you to be in this godforsaken desert unescorted. Guys, what are you doing? Well, consider this a courtesy. Get in the car. No one attempts the impossible without belief in something greater than themselves. فيلم ساينس فيكشن The Titan عن عائلة عسكرية تدخل بإطار تجربة خطيرة عن التطور الجيني واكتشاف الفضاء مع سام وورثينغتون، تايلور شيلينغ وتوم ويلكنسون. What is this? وفيلم الانيميشن Here Comes the Grump عن تاري اللي كانت تخبره سته فيري تايلز غريبة هو وصغير عن تنين بوليس وعن مشعوذين مهضومين، ولكن هالخبريات كلها طلعت حقيقية ولكنها مش مهضومة بأصوات توبي كابل، ليلي كولينز وإيان ماكشين. الهيئة انتجت عديد كتير والأفلام متنوعة كتير بصالة السينما اللبنانية، ما تفوتوا عليكم الفرصة أنكم تشوفوها وتتسلوا فيها، ومثل ما شفتوا قدامكم بين الكرتون وبين أفلام الواقع والأكشن والرعب والهيستوريكال كلهم موجودين. نحن وياكم طبعا مثل دايما بعالم صباح آخر فقرتين بيكونوا مع الشيف، وما تنسوا أنه بعد شوي كمان رح نرجع نتذكر نحن وياكم قوانين العقل الباطن، الموضوع يلي لفت انتباهكم بشكل كتير كبير، ونصيحتي لألكم تسمعوني منيح وتجربوا قد ما فيكم تعملوا هيدي الرقابة على عقلكم الباطن، لأنه الفكرة مش مجرد حكي، فكرة حقيقية 100% وعن تجارب سابقة مني ومن كثير المشاهدين اللي بعتوا لي الكومنتس اليوم. تأثرت؟ ري بعد ري تأثرت ري بعد. شفت انك بتنطر عدد الكلمات اللي بحكيها بس ما عم المغزى ما استوعبته، شو كنت عم بحكي انا من شوي؟ عن شو؟ عن شو الموضوع يعني؟ ايه؟ عن العقل الباطني. طيب شو فهمت من العقل الباطني؟ اشرح لي نشوف. شو بتتخيل ذكرتك؟ شو بتحقق؟ ايه؟ طيب اوكي، بس شو بصير؟ ليش بيتحقق؟ شو اللي بيتحقق؟ انا خبرتك من شوي شو لازم نكون بعقلنا الباطني؟ انا خبرتك من شوي خبريه جوزيف انه نحن يمكن في شغله بنكون شايفينها نحن قبل، يعني نحن وبطن امنا بنتخيل الشغله في محل مثلا ما بنكون رايحين عليه، بنقول انه هيدا وين شايفينه، انت مش رايح عليه بس تتذكره، يمكن تكون شايفه انت بعدك منك شايف. بتشوف انت وبطن امك؟ ما بعرف انا قريتها.
بتشوف؟ ريتا انا هيك قريت عنها. عجد بتشوف؟ انسى والله هيدي ما ولا مرة هالسؤال خطر على بالي انه بشوف انا. هلا بقول لك بعد شوي هلا خلينا نلحق اكلات. بس بشوف حيطان اذا انا ببطن بتشوفهم للحيطان؟ ما بعرف بسأل فيها ببين الحيطان؟ بس شاف بدي اقول لك شغلة لازم تكون ايجابي ما هيك؟ نعم ما بقى في اضرب على راسي خلص هيدي اخر ضربة على راسي اليوم. شو هي؟ انه رح نرجع رح نقول لعندك. شيف شو رح تحضر؟ رح نحضر جوزيف دجاج مع العسل وصفة كتير طيبة اللي هي دجاج بالبرتقال. نعم. وعندنا كمان وصفة تانية صاجية دجاج بالكاري. هول هن الوصفتين عم نحضرهم المالح. طبعا حضرنا وصفة حلو قبل هلا اللي هي البسبوسة بالتمر. روح يا شيف روح روح الله ينصرك وعلى ينصر أهل مين؟ بعلبك بعلبي. نحن وياكم بنروح عند الشيف حسين ورشيد ملح. خير والتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة التلفزيون مستقبل. اليوم في عنا ثلاث وصفات مثل ما خبرتكم عنهم هلأ. عنا طبعا وصفة كتير طيبة اللي هي وصفة حلو بسبوسة بالتمر. عندنا ايضا دجاج بالبرتقال وعندنا كمان مشاهدينا وصفه اللي هي صاجيه الدجاج بالكاري. هول هن ثلاث وصفات رح نبلش فيهم انا وياكم. طبعا عندنا طبق الحلو اشرف على نهايته. رح نحط طنجره على النار في بقلبها زيت زيتون لنحضر دغري قليه البصل مع قليه الفليفله الملونه. طبعا هون بذكر المشاهدين نحن هون بلشنا بصاجيه الدجاج بالكاري لكن صاجية الدجاج بالكاري عندي زيت زيتون على النار. رح ضيف بصل جوانح وايضا رح ضيف من الدجاج ورح نضيف كمان من الفليفة. لكن مشاهدينا برجع بذكركن عم نحضر صاجية الدجاج بالكاري. لكن بالنسبة لصاجية الدجاج بالكاري عندي زيت زيتون على النار وهول البصلات منضيف البصل لها الوصفة الشهية مثل ما عم بتشوفوا. عندي أول خطوة حطينا فيها بصل. تاني خطوة بدنا نضيف الدجاج بعد ما يضل البصل بدنا نضيف كمان أيضا مشاهدينا الفليفلة الملونة. لكن نحضر الفليفلة فليفلة خضراء كمان فليفلة حمراء بالإضافة للفليفلة الصفراء. عنا رز طبعا مقدم مع هالوصفة رز أبيض مفلفل. نحنا الرزات حضرت من الرز الهندي. أنا بهالوقت برجع بذكر كل المشاهدين كل ستات البيوت بدنا لكل كوب من الرز الهندي كوب ونص من المي أو المرأة وبدنا لكل كوب من الرز الأمريكاني. طبعا الرز الأمريكاني بعد ما نكون عينه نحن مشاهدينا 45 دقيقة بالمي الفاترة منحط لكل كوب 2 كوب من المي كمان أو المرأة. طيب هيدي الفلايفلة كمان جاهزة عندي. بس قبل ما ضيف الفلايفلة رح روح حط الدجاج مع البصل. لكن مشاهدينا عنا بصل منضيف للدجاج القسم الثاني منضيفه بهيدا الوعاء. الدجاج نحركهم مع البصلات. لكن برجع بذكر المشاهدين عم نحضر نحنا صاجية الدجاج بالكاري هالوصفة الشهية. زيت زيتون حطينا بصل جوانح حطينا دجاج عندي هيل مطحون ناطرنا. عنا الفليفلة الملونة كمان ناطرة الفليفلة الملونة ليجي دورة لضيفها فوق البصل ونضيفها فوق الدجاج. أما مننتقل أنا وياكم هلأ للطبق الثاني. طبعا الطبق الثاني اللي عم نحضره دجاج بالبرتقال. بالنسبة للدجاج بالبرتقال عندي أنا زنجبيل بالخلاط الكهربائي. رح ضيف طبعا عم نحكي عن الزنجبيل الطازة
راح اضيف للزنجبيل من الثوم. لكن صار في عندي زنجبيل وصار في عندي ثوم. اوكي نطحنهم بعد كمان. كان مشاهدينا هاي المقادير قدامنا على الشاشه. بهالوقت انا برجع بذكر كل المشاهدين طبعا انه نحن كل نهار اثنين وكل نهار خميس الساعه 12:30 بنتلقى اتصالاتكم مباشره على الهواء لحتى نشارك بمسابقه ونربح فيها جوائز من منتجات بونيس فود. لكن ما تنسوا كل نهار اثنين وكل نهار خميس اتصالاتكم مباشره على الهواء الساعه 12:30. هون صار عندي تقريبا خليط الثوم والزنجبيل. الثوم والزنجبيل انا رح تبل فيهم للدجاج بالاضافه لعصير البرتقال بالاضافه لصلصه الصويا وما بدنا ننسى كمان العسل. طيب هيدا الخليط صار جاهز عندي. هون عندي الدجاج رح ضيف للدجاج انا الفليفله الملونه. اوكي لكن ضفت فليفله ملونه بخلطهم مع بعض. بجيب من الفلفل الاسود كمان بجيب ملح كمان بجيب هال مطحون وبجيب ايضا من الكاري. لكن مثل ما عم بتشوفوا عم ضيف الكاري لهالوصفة. طبعا وصفة كتير طيبة. اوكي بخلطهم وهيك طبقنا او هيدي الوصفة صارت جاهزة. ننطر نحنا بس الخضار مع الدجاج لحتى يستووا. بعد ما يستووا منقدم هالوصفة نحنا مشاهدينا مع الرز الابيض المفلفل. هون صار عندي الزنجبيل. لكن عنا الزنجبيل وعنا الثوم. رح ضيف الزنجبيل انا والثوم للدجاج. بضل في عنا عصير البرتقال رح نضيفه بعد شوي. خلينا نروح نحن وياكم مشاهدينا مع بريك قصير وبنرجع سوا. لما تشعروا او تحسوا حالكم انكم مضطهدين بالحياه صدقوني انتم السبب. بتعرفوا ليه؟ لانه بعقلكم الباطني افكاركم كلها بتكون تشاؤميه. انتم الحل دايما عندكم. شو ناطرين؟ فكروا بايجابيه، فكروا بحماس، فكروا بعقلكم الباطني بتفاؤل لتحصلوا بالنتيجه على اللي بتفكروا فيه مثل ما هو على ارض الواقع وبحياتكم. اذا قلتوا نحن عم نفكر بس ما عم تزبط معنا بصير العكس، بيكون اكيد بعقلكم الباطني مش مصورين الصوره او مش مصدقينا ب مثل ما يا خي عم بحكي وانا عم بشتغل انه هلا حشرت انك تبرش الليمونه. بدنا نلحق الوصفات يا جوزيف. طيب انا عم فيد المشاهدين بحكي لحياتهم اليوميه وانت عم تبرش الليمونه. خذوا بقى نقطة سوداء. عم بحط لك كثير نقط سوداء هالجمعتين انا. انا عم بحط لك نقط بيضاء. ليك شو ليك شو ايجابي، ليك زلمه شو ايجابي، ما فينا نقول له ولا كلمه غلط. اذا نحن وياكم اليوم كان الموضوع بتمنى يوصلكم مثل ما لازم وصدقوني تصرفوا على الاساس هيدا انتم الربحانين. بتشكر كل يلي تواصلوا معي على صفحه الفيسبوك وكل يلي عطوا رايهم بالموضوع واكدوا على الكلام اللي اعطيتهم اياه من خلال الدراسات اللي صارت من خلال الريسيرش اللي عملتها بهالورقه يلي قدامي ونقلت لكم اياها مثل ما هي. رح نروح لعند الشيف حسين ورشه ملح. يا شيف شو عم تعمل هلا؟ الليمون على الدجاج بولي على الاورانج. صح بولي على الاورانج. هلا عم ضيف البرتقال اللي انا اعطيتك اياها. ما هيك انت علمتني اياها الوصفه. انت بتحط لها زنجبيل.
ايه تحط لها توم؟ لا. تحط لها عسل؟ ايه. تحط لها صلصة صويا؟ عقدة عقدة صفرة، زنجبيل، شامبينيون، كيوبز يعني دومي جلاس، حط كمان شوربة البصل، اورانج 4-5 كبيات للكيلو مع الزست تبع الاورانج، ملعقتين عسل، تنقعهم فيها ساعتين بالبراد، بترجع بتفوتهم على الفرن، تعمل بوجهن قليمات بطاطا او رز. لكن تعلم مع اصولها هلا. هي انا مش عارف. روح روح شيف. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. قطعنا الدجاج، حطينا الزنجبيل، حطينا الثوم، حطينا برش البرتقال، وايضا حطينا عصير البرتقال. هون في عندي صلصه الصويا، وكمان وكمان في عندي من الفلفل من العسل، لكن عندي صلصه الصويا وعندنا عسل. طيب هيدا الخليط صار جاهز عندي كله مع بعض. رح اجي انا لهون، رح اخلطهم واحطهم على النار. لكن بنحط الطنجره على النار، بنخلط الزنجبيل مع الدجاج. طبعا هون انا بس بدي اذكر المشاهدين شغله، انه نحن خليط او هيدي الصلصه او هيدي التبله النقعه اللي حضرناها هلا لازم الدجاج نتبله قبل بوقت، وطبعا نحطه بالبراد لليله كامله على الاقل. لكن هيدا مشاهدينا الدجاج مع الصلصة مع التبلة على النار، بتركهم لحتى يستووا. طبعا ما بدهم كتير معنا وقت، بدهم حوالي 8 دقايق، منشيلهم ومنقدمهم مع الرز. عندي الوصفة الصاجية، وصفة الصاجية منطفي النار تحتها لأن صارت جاهزة عندي الصاجية. بهالوقت أنا منغير الكفوف طبعا، ومنروح نسكب، منبلش نسكب صحوننا، نسكب الرزات، منحضرهم ليكون عندي الدجاج صار جاهز. لكن برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا، حضرنا لليوم 3 وصفات. في عنا طبعا اول وصفه، وصفه الحلو بسبوسه بالتمر، عندي دجاج بالبرتقال وصاجيه الدجاج بالكاري. هول هن لكن مشاهدينا كانوا وصفاتنا لليوم. اول شيء حضرنا باول فقره من فقرات رشه ملح، حضرنا انا وياكم البسبوسه بالتمر. بسبوسه التمر حطينا خلاط كهربائي، حطينا بالخلاط الكهربائي بيض، حطينا سكر وحطينا تمر. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشه، لكن ما حطينا سكر، حطينا تمر وحطينا بيض. هول انا مشاهدينا طبعا خلطتهم مع بعض، بعد ما خلطناهم رجعنا ضفنا لهم من الفانيل، ضفنا كمان بيكنج باودر، ضفنا طحين، ضفنا سميد. المقادير على الشاشه مشاهدينا ما فيها سميد، ضيفوا انتم لهم كوب من السميد، حطينا كوب من السميد، ضفنا كمان زيت نباتي وضفنا مي. خلطتهم كلهم مع بعض، جبت صينيه دهنتها بزيت النباتي وبالطحينة، مش طحين، زيت نباتي وطحينة. سكبت خليط البسبوسة بهالقوالب اللي شفناهم قدامنا على الشاشة، وحطيت على الوجه طبعا حطينا لوز على وجهن للزينة. خلينا انا وياكم نروح نشوف البسبوسة. لكن هيدي هي البسبوسة، هاي لكن مشاهدينا عندي البسبوسة بهالشكل مثل ما عم بتشوفوها. كمان منشيلهم من الصينية. انا عامل شكلين من البسبوسة، اوكي هيدا اول شكل. وعندي مشاهدينا شكل تاني، كمان هيدا الشكل التاني، خلينا نشوفها على الشاشة. للشكل الثاني عملهم بشكل كب كيك تقريبا، وعملهم بشكل مربع. طيب لكن هيدا طبق البسبوسة صار جاهز عنا. وصفة الحلو بضل في عنا
الوصفات المالح، وصفات المالح طبعا على النار، تركينا نحن لحتى تصير جاهزة عنا ويستوي الدجاج، دجاج طبعا مع البرتقال مع الثوم مع الزنجبيل، هالريحة الكتير طيبة عن جد ريحة كتير شهية. تركين الدجاج رح نقدمه نحن مشاهدينا للدجاج مع الرز الأبيض، هيدا الرز الأبيض كمان جاهز عندي الرز، طبعا حاطين نحن زيت نباتي وحاطين رشة ملح صغيرة. طيب بيجي بسكب الرزات، بحضر الرزات عندي، لكن مثل ما عم بتشوفوا عندي رز ابيض مفلفل. برجع بذكر كل المشاهدين كل كوب من الرز الهندي بده كوب ونص من المي، وكل كوب من الرز الامريكاني بده 2 كوب من المي او المرقة. بس الرز الامريكاني هون في شغلة لازم نحن مشاهدينا ننقعه تقريبا 45 دقيقة بالمي الفاترة. هيدا اول صحن، نسكب كمان تاني صحن، اوكي. شوف الدجاج، دجاج على النار عم بيستوي، تقريبا الدجاج صار جاهز عنا، نتركه كمان شوي. فينا نحن مشاهدينا هالوصفة نعملها بالقريدس، فينا نعملها كمان بالسمك. أنا بكرة محضر وصفات سمك كتير طيبة، محضر وصفة سمك مع الحمص والسبانخ، يعني طبق كتير رائع، ورح نحضر كمان كورما بالكالامار. لكن في عنا وصفتين بكرة فيهم سمك، في عندي سمك وفي عندي الكورما اللي هي بالكالامار. طيب هون الرزات سكبناه، هون الدجاج رح نسكب الدجاج كمان حد الرز لحتى يصير هالطبق عنده كل. اهلا، شريحة كتير حلوة مثل اللي بتعملها. شو طلع معك؟ انا بعملها اطيب. شو بتعملها اطيب؟ انا قبلين جوزيف اعملها كيف ما بدك تعملها اعملها. تلميذك يا شيف، تلميذك. شو بيقولوا؟ العين ما بتعلى على الحجب. هيك صراحه يعني اللي بنشوفه اسهل شيء بالحياه اللي هو اللي بيقولوا الرز اسهل شيء، هو اصعب شيء، يعني يطلع هيك حبه حبه مثل ما بيطلع مع الشيف. دائما تنقعه بمي سخنه قبل؟ انا بغسله بس ما بنقعه بشيء. هيدا رز هندي، الرز الهندي ما بنقعه. بسمتي يعني ولا هندي؟ ايه بسمتي. بسمتي صح، بغسله ودغري بطبخه. بس انا هون جوزيف شو بيصير؟ بس دغلي الرز على النار بخفف تحتها، يعني غلي بخفف النار وبتركه على نار هادية. اوكي، وما ضروري كل شوي مثلا انه اجي طلع عليه، خلص بتركه لحتى هو ينبت على مهله. طيب هلا هون ما بقى بدهم شيء، خلص خلص صاروا جاهزين. عارف شو بدهم؟ انا بزيد لهم عقدة صفرة. عقدة صفرة؟ بصير الاورانج هيك واضح اكثر. بنزيد لهم، ليه ما بنزيد لهم؟ انت مش حاط معهم عصير ليمون؟ حاطط. ايه. عقدة صفرة، عم بينزيد لهم، شفت انه بتطلعوا بينزيد لهم؟ وهيدي عقدة صفرة. يعني عامل مثل ما انا بطبخها. هلا طيب، لكن جوزيف رح نرجع نشوف كمان مرة ثانية مقادير رح تمرق قدامنا على الشاشة. ولازم نطبخ الدجاج منيح. الدجاج بالبرتقال مثل ما قالت لنا اليوم كارلا، الدجاج بالتحديد لازم ينطبخ منيح، ما يبقى من قلبه لونه زهري، لأنه بيحمل كمية من البكتيريا أكثر من صح أي أنواع لحوم ثانية. عم بنطبخ منيح. أنت حطيتهم نيين مثل ما هن مع الصوص على الطاجرة. مع الصوص صح مثل ما هن. واللي حطيت، خلينا نرجع نعيد شو حطيت. حطيت عصير ليمون، حطينا عصير ليمون، زيت الليمون، البرش، برش الليمون، عسل، صلصة الصويا، زنجبيل، زنجبيل وتوم. توم فيهم توم بقى. فيهم توم وزنجبيل كمان.
بحسكم بهالطبق ظرف شوربه البصل اذا بتزيدوا عليهم كمان. طيب خلاص خلص صار بيتاكل. صار بيتاكل. اوكي شايف وهيدي اللي هون شو هي؟ هيدي صاجية الدجاج. هاي صاجية الدجاج. أكل شو؟ مغربية. مغربية. صاجية الدجاج. وهون. وهيدا عنا البسبوسة. بس هون عنا كمان. بس البسبوسة هي غير شيء عادة بتكون. هي بتكون عادة بالقشطة بنحط لها قطر. اليوم أنا محضر لها للبسبوسة بالتمر. بالتمر. محضرها بالتمر. كثير طيبة هاي البسبوسة دقتها أنت. إيه. طيبة كثير. عجبتك. شيف انا بدي اتشكرك، بدي اتشكر كل المشاهدين يلي تابعونا من عبكرة لهلا. طبعا موضوعنا كان عن العقل الباطني، اهتموا فيه قد ما فيكم وخلوا تفكيركم دايما مثل ما بتريدوا تكون حياتكم يعني ايجابيه، و دايما المديتيشن تبعكم تكون هيك حلوه، مفكرين بالذبذبات الايجابيه والامور الحلوه والسعاده لتوصلكم مع الايام. انا بدي اتشكرك شيف اليوم، بكره عالم صباح جديد 10 بتوقيت بيروت، الى اللقاء.